كنا شرحنا قبل كده الدبل انتجرال على المحاور الكارتيزيه المعتاده خالص، الاكس والواي كوردينيتس. فكنا ساعتها بنجيب ايه؟ كنا نحط الدبل انتجرال، كنا نحط قدامه دي اريا، كنا بنفك الدي اريا لدي اكس دي واي او دي واي دي اكس. معناه ان انا باخد الاليمنت او العنصر بتاع المساحه اللي انا بجمعها او بجمع بيها الحجم قدام، كنت باخدها عباره عن مستطيل دي اكس في دي واي. فلقيت ان في كيرفس معينه بيبقى صعب جدا ان انا اشتغل بالدي اريا وهي بالمنظر ده، دي اكس في دي واي او دي واي في دي اكس. ليه؟ لانها تبقى دايره او جزء من دايره، تبقى الكيرفات بتاعتها دايره او جزء من دايره، البروجكشن بتاعها على الارض او على المكان اللي انا بجيب عليه الفوليوم يعني. ما احنا قلنا لازم نفتكر التطبيقات هي كفوليوم او كده. فلقيت ان انا هضطر اخد اليمنت جديد، فقلت ايه؟ لو انا عندي حته من دايره بالمنظر ده انا عايز اجيب الاريا اللي تحتها دي وابدا اجمعها سواء فوليوم او اجيبها كاريا بس. فقلت بدل ما انا اخد مربعات صغيره، مربعات صغيره دي اكس دي واي، والاقي التكامل صعب جدا لما تيجي تحله، او انت في ارض الواقع محتاج تتخيل ان انت هتجمع مربعات عشان تديك كيرف بالمنظر ده تبقى صعبه جدا. فقلت طب ما انا اخد اليمنت منها مصغر، يعني انا عندي ده ارك عامل لي ارك اهو وفي اتنين ريديوس ليه، طب ما انا اخد ارك صغير خالص ها واجمع ارك تاني جنبيه واجمع ارك تالت جنبيه ورابع وخامس وكتير جدا بقى انفينيت نمبرز اوف اركس، وفي الاخر اديني ايه؟ اديني الاريا اللي انا عايزها اما اعمل دبل انتجرال، او يديني الفوليوم لما اضرب في الزد اما اعمل دبل انتجرال لما اضرب في الزد. هنقول كل ده احنا بنحل. فخدنا الاليمنت ده بمحاور جديده. ايه هي المحاور بقى؟ ما انا خلاص مفيش اكس وواي دلوقتي، انا بشتغل على حاجه جديده، الاليمنت اهو حلو. فالاليمنت معتمد على حاجتين، على الانجل اللي هنا وعلى الراديوس اللي انا عامله. يبقى انا كده الدي اريا بتاعتي اللي هتتفك هتبقى معتمده على حاجتين، على الار وعلى الثيتا. فزي ما كنا بناخد في اي حاجه خدنا فيها بولر كوردينيتس زي الداينامكس مثلا، او اي حاجه خدت فيها حل على المحاور القطبيه اللي هي البولر كوردينيتس، بتشتغل على الار والثيتا. الار هي الراديوس اللي انت بتشتغل عليه ما بين النقطه، اي نقطه على الكيرف والاوريجن، والثيتا هي الزاويه اللي بيعملها الراديوس ده مع الاكس اكسس. حلو كده. فانت عملت ريليشن اهو مع الاكس والواي، يعني حتى في دي رغم ان احنا غيرنا المحاور عملنا ريليشن. بس دي اريا هنفكها بقانون هنحفظه، جبناه باثبات سهل جدا لو عايز تعرفه يعني حاجه كده ليك، يبقى روح هتلاقيه محدد كده بارشل بارشل بارشل، حل مع نفسك، هتطلع في اخر قانون بينقل لك من اي محاور، من المحاور الكارتيزيه لاي محاور ثانيه. فاحنا عملناه وخلصناه، لان احنا على طول هنشيل الدي اريا ونحطها الدي اريا ونحطها ار دي ار دي ثيتا. يبقى على طول اول ما تشوف كلمه دي اريا بدل ما كنت بتفكها دي اكس دي واي او دي واي دي اكس في المحاور العاديه، لا هنا هنفكها عشان نجيب حته اريا من الار كده هتتفك بار في دي ار دي ثيتا. حتى لو انت عايز تخيلها كنا بنقول الار دي الار في دي ثيتا دي هي اللي كنا بنجيبها في الارك، يعني كنا بنضرب الريديوس في الدي ثيتا عشان نجيب لك طول القوس اللي هنا. يعني لو تخيلت ان انت صغرت الارك ده جدا لحد ما تخيلناه كمستطيل، كمستطيل الحته دي بقت ستريت لاين اسمها دي اس، مش الدي اس كانت بتساوي ار في دي ثيتا، اهي ار في دي ثيتا. يبقى كانك ضربت عرض في ارتفاع، صح كده؟ طول في العرض عشان تجيب المساحه بتاعت الحته دي. بس ده تخيل بسيط، هي طبعا اثباتها زي ما قلت لك بالبارشل ديريفاتيفز للقانون بتاع جاكوبيان لو انت عايز تحله يعني. فانت اول ما تشوف بعد كده دي اريا هتقول شايله وحاطط ار دي ار دي ثيتا. واول ما تشوف الاكس، مش انت لو نزلت كده مستطيل لاين وقفلت مثلث، مش الار دي ممكن اعمل لها ريزولوشن هنا على الثيتا دي؟ يبقى هنا ار كوساين ثيتا وهنا ار ساين ثيتا، ده الواي ودي الاكس. يبقى الاكس اول لما تشوفها في المساله وعايز تبدل بقى، ما انت لازم عشان تبدل اللي قدام التكامل من اكس واي لار وثيتا تشيل كل حاجه فيها اكس واي وتحط مكانها ار وثيتا. فعرفنا هنشيل الدي اريا ونحط مكانها ار دي ار دي ثيتا بدل ما كنا نحط دي اكس دي واي او دي واي دي اكس. طب الاكس نشيلها ونحط ايه؟ نحط ار كوساين ثيتا، ده حاجه ثابته مالهاش علاقه اهي البروجكشن بتاعها على الايه؟ على الاكس اكس. طب الواي ار ساين ثيتا. طيب الاكس تربيع ده بقى طرق حل يعني عشان تنجز نفسك في مساله، اكس تربيع زي الواي تربيع بنشيلها ونحط ايه؟ نحط ار تربيع، لانك يعني لو ربعت دي وربعت دي وجمعتهم هتلاقي تاخد الار سكوير كومن فاكتور يفضل لك ساين سكوير زي كوزاين سكوير اللي هي ب 1. يبقى على طول اول ما تشوف المنظر ده تقوم شايله وتحط دي. طب احنا بنحل اصلا بالبولر امتى؟ مش هيقول لك في امتحان، مش شرط يقول لك يوزنج بولر كوردينيتس، لا انت لازم تستنتج لما بتشوف المنظر ده اكس سكوير زي واي سكوير، اكس سكوير زي واي سكوير كل الاس 3 على 2 مش عارف ايه، اي حاجه فيها الشكل ده تستنتج انك هتحل الكيرف ده مش هيتحل بالدي اكس واي طبيعي لان هيبقى التكامل بتاعه صعب. فبنحله بيه البولر كوردينيتس. يبقى قدامك تكامل في اكسات وواياط وصعب التكامل بتاعه، او اكتشاف ان هو على سيركل البروجكشن بتاعه سيركل او حته من سيركل، هتقوم مشغل بيه بولر. ايه شغل البولر؟ هتشيل الدي اريا تحط ار دي ار دي ثيتا، هتشيل الاكس تحط ار كوزاين ار ساين لو مكان الواي، لما تربعهم هتشيلهم تحط ار سكوير. هتلاقي التكامل كله في ار وثيتا، تقوم مكمل طبيعي جدا وتحط حدودك، اوعى تنسى دي حدودك ارات وسيهات. لو التكامل قدامه دي اكس يبقى احط حدودي هنا اكسات، طب لو قدامه دي ار احط حدودي ارات ار وار ار 1 وار 2، لو قدامه دي سيتا هحط حدودي دي سي هحط حدودي سيتا هات. فهمت قصدي ايه؟ فاحنا بنشتغلها كده. في حاله كده غريبه شويه هنقابلها برضه في المسائل، لو مدي لك الدايره متشفته، يعني الدايره هنا اما كنا بنقول مثلا لو انا عندي الدايره اهي، انا بدايتي في الراديوس كام؟ انا الاول كنا بنقول انت هتطلع، كنا بناخد اليمنت ونقول انت بدايتك الاكس بكام ونهايتك الاكس بكام وبدايتك الواي بكام ونهايتك الواي بكام، صح كده؟ لا دلوقتي احنا خدنا اليمنت
معتمد على الريديوس، فبدايتك في الاليمنت ده الريديوس بتاعك بصفر، ونهايتك هو الريديوس اللي يوصلك للكيرف، فهو ده الاليمنت. عشان تجمع الاليمنت محتاج تمشي من ريديوس صفر لحد ريديوس بالنهايه بتاعتك لو الريديوس على الدايره. طيب ده لو هي سنتر الاوريجن. طب هل لو اتشفتت، لو بقت كده اهو والسنتر بقى هنا، هل عشان تجمع، عشان لو بدات من الاوريجن وجبت شريحه بالمنظر ده، هل هبدا من ريديوس بصفر؟ لا، الريديوس هنا مش بصفر، ده الريديوس هنا فيها مشكله. وهل الريديوس هنا النهائي هيبقى بقيمه عاديه؟ لا برضه، فانت في مشكله في الريديوس كده، هتلاقي الريديوس محتاج يتحسب له حسبه يعني. فتعال نشوف هنا كده، الريديوس بصفر قصدي، بس نهايته هتبقى على الكيرف مش مش بار، يعني الحته دي طولها مش الريديوس بتاع الدايره زي ما كنا بنعمل هنا، ده ريديوس الدايره، انما ده مش ريديوس الدايره. فعايزين نجيب قيمه الريديوس ده، هنجيبه ازاي؟ هات معادله الدايره دي، اكس ناقص اي كل سكوير زائد واي سكوير بيساوي اي سكوير، صح كده؟ متشفته اي بس، ده الفرق الوحيد. يعني لو كانت عند الاوريجن كنا نقول اكس سكوير زائد واي سكوير بيساوي ايه؟ اي سكوير، اللي هي الريديوس سكوير. انما هي اتشفتت على الاكس، فقلنا اكس ناقص اي. حلو كده؟ لو فكيت دي هيطلع اكس سكوير زائد اي سكوير زائد واي سكوير ناقص الاول في الثاني في 2 اللي هو ناقص 2 اي في اكس بيساوي اي سكوير. تلاقي ده يتكنسل مع ده، فكيتهم عادي خالص. اتفضل اكس سكوير زائد واي سكوير بيساوي 2 اي اكس. مش دي قلنا اسمها ار سكوير؟ طيب 2 اي الاكس بنفكها بايه؟ بار كوزاين. تلاقي ار اتكنسلت مع التربيع، تفضل لك ان الار ب 2 اي في كوزاين ثيتا. بتحفظها بقى لما تلاقي انها متشفيت على الاكس اكسس، بتبقى الريديوس ساعتها الريديوس النهائي يعني طول الحته دي بيساوي 2 من الاي اللي هو ريديوس الدايره ككل اللي هو الحته العاديه اللي انت عارفها، في كوزاين الانجل اللي الريديوس المايل ده عاملها، فبتقوم معوض بيها على طول. يبقى الريديوس الابتدائيه بتاعتك بزيرو لان انت اهو واقف عند الاوريجن، والريديوس النهائيه بكام؟ ب 2 اي كوزاين ثيتا. يعني انت هتاخد اليمنت اهو، اول الاليمنت فين؟ بريديوس بزيرو، لانك نقطه نهايه الاليمنت على الكيرف بطول الحته دي اللي هو 2 اي كوزاين ثيتا، بتحفظها بقى. طب لو متشفت على الواي اثبتها انت مع نفسك، يطلع 2 اي في ساين ثيتا. فدي طرق حل برضه في المساله، كلها حاجات يعني تكنيكس مش اكتر، درس ما فيهوش اي فرق عن التكامل اللي فات، مجرد بس بتغير الرموز. لو تكاملين الحدود بتاعتهم ثوابت ستهات او ارات وقدامهم دالتين اقدر سيبارابل يعني مفصولين عن بعض، اقدر افصلهم حاجه فيها ار لوحدها وحاجه فيها ست لوحدها، وفي دي ار دي ثيتا اقدر افصلهم لتكاملين مضروبين في بعض. يعني ممكن تاخد داله السيتا مع الدي سيتا مع الحدود السيتيهات وتفصلها تكامل، وتقوم واخد الداله اللي فيها ارات مع حدود الارات بالتكامل بتاعها مع الدي ار وتفصلها تكامل تاني وتضربهم في بعض، ويبقى اللي فوق ده هو التكامل اللي تحت ده بالظبط. طالما شرطك الوحيد ايه؟ ان يكون الحدود ثوابت وان يكون الدالتين سيبارابل يعني قابلين للفصل، مضروبين مش مجموعين على بعض. يعني يكون ار مثلا في ثيتا تكامل تكامل، السيتا 1 من صفر مثلا لحد 2 باي، والار من 1 ل 2 دي ار دي سيتا. هنا اقدر اعمل ايه؟ اقوم واخد السيتا مع الدي سيتا مع الانتجريشن بتاعهم وانفصلهم، اقوم قايل 0 ل 2 باي ثيتا دي ثيتا اقول مضروبه فيه. خد بقى التكامل الثاني من 1 ل 2 ار دي ار. شفت فصلناهم تكاملين ليه؟ لان الحدود ثوابت لو ما جايين ما ينفعش، وان الاثنين سيبارابل قابلين للفصل مش مجموعين. لو كانت دي زائد ما كنتش ينفع تشتغل الشغل اللي عملته خالص، هتفصلهم ازاي؟ لا ما ينفعش، لازم يكونوا سيبارابل قابلين للفصل. في حاجه تمر عليك في نص الحل كده، والس رول كنا واخدينها في الدرس وهتلاقي ليها درس على القناه. من صفر لباي على 2 لو ساين باور ان او كوزين باور ان انا مش طول فيها، بيبقى القانون بتاعنا انك بتاخد الباور ده تحطه في مقام تبدا تنقص منه اثنينات لحد ما توصل انك ما توصلش للزيرو، اهم حاجه ما تكتبش زيرو، وتقوم ناقص منه واحد والرقم اللي يطلع معاك فوق تبدا ناقص منه اثنينات برده لحد ما توصل لايه؟ انك ما توصلش للزيرو، اقل رقم قبل الزيرو. لو الان ايفن بتضرب في باي على 2 في الاخر، لو اود ما بتضربش في حاجه بتضرب في واحد. طب لو ساين في كوزين وكل واحده ليها باور مختلف، المهم ان الحدود من زيرو لباي على 2، بتقوم حاطط مجموعهم في المقام وتبدا تنقص المجموعه ده اثنينات لحد ما توصل للرقم اللي قبل الزيرو، يعني توصل لواحد او لاثنين مش توصل للزيرو، اهم حاجه تبدا تنقص اثنينات لحد ما توصلش للزيرو، اهم حاجه طبعا مش هنكتب نيجاتيف. وتقوم واخد كل رقم منهم منقص منه واحد وتبدا تنقص من بعد النقص ده تنقص منه بقى اثنينات ثاني، ام ناقص واحد تبدا تنقص منها اثنين، يبقى ام ناقص واحد تنقص منها اثنين يبقى ام ناقص ثلاثه، ان ناقص واحد تنقص منها اثنين يبقى ان ناقص ثلاثه، وهكذا لحد ما كل واحد كل قسم الاثنين دول هيوصل لرقم قبل الزيرو، اهم حاجه ما بنكتبش زيروهات. لو الاثنين ايفن في نفس الوقت بنضرب في بقى على اثنين، لو غير كده لا ما بنضربش في حاجه، بنضرب في واحد. هتلاقي درس شرح ده الدرس ده مخصوص على القناه شرح كامل يعني. نبدا نحل بقى امثله بسرعه. انت في المساله شفت اكس سكوير زائد واي سكوير، يبقى احفظ بقى الخطوات على طول. دول الاثنين هيتشالوا مع بعضهم يتحط ايه؟ احنا هدفنا نغير كل دول لارات وسيهات، ونغير الحدود برضه لارات وسيهات. يبقى بسرعه دبل انتجرال ينزل، كل دول هيتشالوا تحط ار سكوير والباور 3 على 2. طب الدي اكس والدي واي دي بتتشالوا تحط ايه؟ ار دي ار دي سيتا، نفس الترتيب ده بالظبط، ار دي ار دي سيتا. طب الحدود نغيرها ازاي بقى؟ هي دي المشكله، هي ده الشغل اصلا. مش دي اول حاجه كانت دي اكس، يبقى دي عباره عن اكس النهائيه ودي اكس الابتدائيه، يبقى الشبكه التربيعيه اللي هنرسمها عند اكس ب 0 ادي اكس ب 0. طيب الواي ب 0 فين؟ الاكس قصدي باللي فوق ده فين؟ اللي هي اكس بتساوي جذر اي سكوير ناقص واي سكوير. عارف دي معادله ايه؟ معادله نص دايره، لان نربع كده الطرفين. هقول لك حته مهمه جدا، ده
ايه سكوير ناقص واي سكوير، دي معادله الدايره الريديوس بتاعها ايه. بس لما خدنا السكوير الروت للطرفين المفروض تبقى موجب او سالب، احنا خدنا جزء الموجب بس. يعني كاني بقول لك ارسم لي الدايره اهي، ثانيه ارسم دايره، خد منها الحته النص اللي فيه الاكس موجبه، يعني ما تاخدش الحته دي، خد النص ده بس، خد كل حاجه بقى فيها اكس اكس موجبه اللي هو النص ده كله. طيب والوايات من سالب ال ايه، يعني من اول تحت خالص لحد ايه فوق خالص، ده جبناه من التكامل اللي بره. يبقى التكاملين بيدوا لك معلومه عن الاكس وحدود الاكس وحدود الواي، يبقى دي الريجن اللي انت عايز تجيب الايه الاريا او تجيب الفوليوم فوقيها بقى حسب الابلكيشن انت شغال بيه. يبقى دي الاريا بتاعتك. طيب الاريا دي بقى الريديوس بتاعي اللي هجيبه، انا عايز حدود الاراض، ما انا حطيت دي ار دي سي، عايز حدود الاراض. اقل ريديوس ليا بكام؟ لما انا واقف عند الاورجن اللي هو نقطه يعني بزيرو. اكبر ريديوس شد خط في اي حته، هتلاقي اكبر ريديوس ليك لما ترسم لما تلمس الكيرف اللي هو الريديوس كام اللي هو ايه. طيب الزاويه بقى من اول تحت اهو، انا لفيت لحد ما وصلت فوق هنا، انا عايز امسح الاريا، يعني اكني عملت شريحه اهي، ادي الشريحه اللي انا خدتها. الشريحه دي محتاجه احركها بحيث ان انا امسح الاريا دي كلها. هبدا بيها منين؟ من تحت هنا من اقل حاجه لحد ما امشي فوق خالص لاكبر حاجه، اخد شريحه اهي ده وشريحه كده وشريحه جنبها وشريحه جنبها. فانا ماشي منين؟ من تحت لفوق. فانا بقول للتكامل امسح لي من اول سالب باي على 2 لحد باي على 2. هنمشي على طول بقى مع نفسنا عكس عقارب الساعه عشان ننجز نفسنا كل مره، يعني من سالب باي على 2 لباي على 2. التكامل طلعت تفكه اه، انت كده هتحل ازاي؟ تبقى دي ار تكعيب من زيرو لايه، مش كل مره هنحل، يعني دي المره دي بس هنحلها كده عشان ايه اول واحده. مضروبه في ار لان دي خلاص ار تكعيب مضروبه في ار بتاعت القانون، يبقى ار باور 4 في دي ار دي سيتا. تعرف تفصلهم او لان هم سيبرابل، يبقى دي سيتا تتاخد مع تكامل السيتات، يبقى واي على 2 ناقص ناقص باي على 2 يدي لك باي بس، مضروبه في ار باور 5 على ال 5 لما نعوض فيها بزيرو ايه، لان فصلت ده تكامل لوحده واللي بره ده تكامل لوحده. بعد كده بقى اتعود تفصل على طول، يبقى ايه باور 5 على 5 في الباي، هو ده الناتج النهائي. لانك لو عوضته بصفر المفروض انت تعرف تكمل التكامل ده، كنا بنعمله في الدبل انتجرال اللي فات نفس الكلام بالظبط، بس الفرق ان جاب لك الوايات الاول. طيب يبقى الحدود اللي قدام الوايات، الحاجه اللي قدامها دي واي، يبقى حدودها وايات، يبقى كاني بقول لك واي بتساوي جذر ايه تربيع ناقص اكس تربيع. لو خدت بالك هي الفكره في رسم الشبكه التربيعيه، يبقى انا كاني بقول لك ارسم لي الحته اللي فيها الواي موجبه، ليه؟ لان الجذر على طول موجب، لو ربعت الطرفين هتدي لك دايره، بس انا عايز الحته منها اللي يكون الواي ده الواي فيها موجبه، لان الواي بتساوي جذر. مش مزاجك تمربع الطرفين وتقول لي انا هرسم دايره كامله، لا، هو قال لك شرط عليك ان الواي تكون بتساوي جذر، يعني تاخد الحته من الدايره اللي الواي فيها موجبه. ارسم الدايره كامله اهو، نص قطرها ايه؟ ايه؟ عايزين الحته اللي فيها الواي موجبه اللي هي ايه؟ الحته اللي فوق دي بس، يبقى خد نص الدايره اللي فيه واي موجب، يعني اي نقطه من النقط اللي على النص اللي فوق ده الواي بتاعتها موجبه، ما تخش النص اللي تحت بقى، يبقى الاريا بتاعتك اهي. صح؟ طب الراديوس بقى عايزين نجيب الار الارتين والستتين. نمسك كده اي نقطه ونقول ايه؟ ادي خط اهو، اقل راديوس بكام؟ بزيرو، اكبر راديوس راديوس بتاع الدايره اللي هو الايه؟ يبقى انا هبدا التكاملين اهم، احط قدامها اول حاجه نشيل الاكس سكوير زائد الواي سكوير، نحطها بار تربيع، الار تربيع الطاير 3 على 2 بتتفضل 3 بس، تتضرب في الار بتاعت القانون يبقى ار باور 4 زي اللي فاتت بالظبط، في دي ار دي سيتا. انا هختصر خطوات. الارات بقى من اول ار بزيرو لحد اكبر ار اللي هي ايه؟ اسمها ايه؟ هو ايه اللي اسمها ايه؟ طيب السيتاهات انا هبدا من هنا الدراع اهو، هلف بيه كده لحد ما اوصل يبقى الدراع هنا، يا هبدا من زيرو لحد كام؟ لحد باور. من زيرو ل 180. تعرف تفك التكامل ده؟ اه، يبقى ار على باور 5 على 5 لما نعوض فيها بزيرو لايه، والسيتا مع التكامل اللي بره قلنا بنفكهم تكاملين، تديني ايه؟ اللي فوق ناقص اللي تحت. خلي بالك على جنب كده، اي تكامل واحد بيبقى بيساوي، يعني تكامل واحد دي اي حاجه بتقوم طرح الحد اللي فوق ناقص الحد اللي تحت على طول تنجز نفسك. يبقى دي باي في ايه؟ في ايه؟ باور 5 على 5. هل ده الناتج الصح؟ لا، هقول لك بقى ايه الفكره. الناتج ده لو انت عايز الاريا بتاعت ده كله، هو شرط عليك شرط ثاني، انت كده اشتغلت على الوايات بس صح؟ خدت حدود الوايات، قال لك الواي تكون موجبه، بس هو شرط عليك شرط في الاكس ان من زيرو لاي، يبقى لازم تركز في حدود التكاملين عشان تحول من اكسات لارات وسيهات، لازم تركز في حدود التكاملين. التكامل اللي بره اللي جنبيه دي اكس، ده التكامل الكبير بيديك معلومات عن الاكس انها من زيرو لاي، يبقى هناخد اللي احنا جبناه ده هو الناتج بتاع ده كله. احنا عايزين بقى من الحته اللي فيها من زيرو الاكس من زيرو لحد ايه، يعني عايزين الحته دي بس، مش عايزين الاكس لما يكون سالب، يعني كان بيقول لي خد نصها، خد النص ده بس، يبقى انا عايز نص الرقم اللي طلع معايا، يعني هضرب في نص، يبقى الناتج النهائي باي على 10 في ايه تكعيب. يبقى اهم حاجه ترسم، يعني لو كنا هنرسم الريجن دي بنظافه بقى كنا هنعمل كده اهو، هي دي الريجن اللي معانا بس. ليه؟ لان انا شرطين معايا، ان يكون الواي موجبه دي عرفتها من الحدين اللي جوه دول، وان يكون اكس برضه موجبه من زيرو لايه عرفتها من التكامل اللي بره، فينتج لي ان الشكل اهو الاكس من زيرو لحد ايه ما خدتش، اللي من زيرو لحد سالب ايه دي ما خدتهاش، وان الواي من زيرو لحد ايه لحد القيمه اللي فوق اللي هي ايه برضه، فالقيمه بتاعت الواي موجبه والاكس موجبه، ما خدتش لا الواي السالبه ولا الاكس السالبه. عرفت ده كل ده ازاي؟ من التكاملين دول، اوعى تتلخبط. طيب فايند، اول ما شفت المنظر ده يبقى انا هشتغل ايه؟ دبل انتجرال.
بيقول لي الريجن اللي هتشتغل عليها محدوده بالدايره الفلانيه، والاكس والواي بيساوي زيرو، محدوده بالحدود دي. يبقى هرسم الدايره اللي هو قال لي عليها اهي، دي الريديوس بتاعها 4 والواي بيساوي زيرو والاكس بيساوي زيرو. ايه اللي محصور ما بين الثلاث كيرفات دول؟ هو الحته دي صح، ادي الكيرف الاول تاني تالت. ما هو بيقول لي المحصور ما بينهم انكلوزد باي، يبقى هي دي الريجن بتاعتك. طيب حول بقى الاراد والسيات، فين حدودك؟ اهي شد خط كده، اقل ريديوس بزيرو، اكبر ريديوس لما المس ايه؟ لما المس الدايره اللي هو ب4. يبقى كده دبل انتجرال الاراد من زيرو ل4، السيتات بكام؟ من اول الدراع ده لحد الدراع ده، يعني من زيرو ضربيها على 2. اهو همسك الدراع الف بيه كده، يبقى لفيت 90 درجه، اولي زيرو لان في اللحظه دي كنت مش عامل اصلا زاويه مع الاكس اكسس، قلنا السيتا دي مع الاكس اكسس فزيرو، وبعدين وصلت ان انا بقيت عامل زاويه مع الاكس اكسس ضربيها على 2. حط بقى اللي قدام التكامل اللي هو اي باور نيجاتيف، قلنا اكس سكوير زائد واي سكوير بتشتغل تحط ايه؟ ار سكوير. طيب الدي اريا بقى ار دي ار دي سيتا، حافظينها. شفت ايه اللي اتضاف؟ انك عمرك ما كنت هتكامل ده بالنسبه للاكس والواي، بس ده بتعرف تكمله بالنسبه للار والسيتا. ليه؟ لان اتضاف الديريفيتيف بتاعت الباور، فيبقى تعرف تكمله ولا لا؟ حط هنا سالب 2 عشان يبقى مشتقه الباور موجوده، وحط بره سالب نص. تعرف تكمل ده؟ اه تعرف تكمله. كمل انت بقى، يطلع في الاخر الناتج سالب باي على 4. ده كله كلام قديم ماس 1، هيطلع الناتج النهائي بالمنظر ده. نفس الكلام، شفت المنظر التكامل اللي جوه؟ يبقى على طول هشيله ايه؟ وهستخدم بولر، يعني انت عشان تعرف تستخدم الدرس ده امتى. بس خلي بالك اللي جوه دي واي، يبقى دي حدود ويات. يبقى هو بيقول لي الواي بتساوي جذر 16 ناقص اكس تربيع، ده الحد العلوي. طيب مش دي نص دايره؟ اه بص كده اهي، انا هرسم دايره نص قطرها 4، هاخد منها الحته اللي الواي فيها موجبه، يعني الحته اللي فوق. ننجز نفسنا بقى، الدي اكس اللي بره من 0 ل 4، يعني عايزك تاخد الحته اللي فيها الاكس برده موجبه. يبقى انا هاخد النص اللي فوق كله، بس هاخد منه الحته اللي الاكس فيها موجبه بس، يعني هاخد ربع. هو ده اللي معايا الربع ده. تعرف تجيب بقى الريديوس الحدود الارات والسيتات بتاعته؟ ايوه. الار بتاعته من كام لكام؟ من صفر لحد اكبر ار اللي هي ار بتاعت الدايره اللي هي 4. طب السيتات من اول الدراع ده لحد الدراع ده، يعني من 0 لباي على 2. تعرف تفك بقى اللي قدامه؟ كوزاين الار الاكس سكوير واي سكوير، حط ار سكوير. الدي اكس دي واي دي بقى مش دي اريا، نشيلها ونحط ايه؟ ار دي ار دي سيتا. يعني دي اريا ثابته في حاله البولر كلها بتتشال وتحط ار دي ار دي سيتا. اول ما تشوف دي اكس دي واي او دي اريا بتشيلها، تقوم حاطط ار دي ار دي سيتا طالما حولت الباقي كله الارات والسيتات. ايه الجديد بقى؟ ان مشتقه الانجل بقت بره، يبقى اعرف اكملها. تعرف تكمل ده بطريقه ماس 1 باي على 4 ساين 16، عشان نختصر وقت كملها انت هتلاقي الموضوع بسيط قوي. خلي بالك في حته، احنا امتحان ام سي كيو، فانت بتكمل التكامل اللي جوه ده واللي بره بتعمله على الاله. يعني انت لما تخلص اللي جوه ده هيطلع لك داله فيها سيتات، تقوم مكملها مع اللي بره دي على الاله عادي خالص، او تعملهم سيبرابل بقى تفصلهم، هما هنا مفصولين خلقه، فتقوم واخد دي 6 مع اللي بره وتكمل ده نفسه على الاله. يعني حط على الاله كوزاين ار سكوير في ار من 0 ل 4 تكامل سنجل عادي، وخد بقى الدي سيتا مع التكامل اللي بره، هيدي لك اصلا تكامل 0 باي على 2 دي سيتا اللي هو باي على 2. اضربه في الرقم اللي يطلع على الاله لما تكمل التكامل اللي جوه ده. ما قلنا طالما التكاملين حدودهم ثوابت وسيبرابل، تقدر تعملهم على تكاملين مفصولين ومضروبين في بعض، يطلع ناتج باي على 4 في ساين 16. نفس الكلام اهو، كوزاين نفس المساله بالظبط، بس الفرق ان بدل الدي اكس دي واي، يبقى اللي مداني جوه دي اكسات، يبقى الاكس العلويه بزيرو والاكس اللي تحت بكام؟ بص ركز بقى، سالب جذر اي تربيع ناقص واي تربيع. ربع طرفين هيديلك معادله الدايره، بس هناخد بقى انه حته من الدايره دي، ركز كده، الحته اللي فيها الاكس سالبه، لانها بتساوي سالب جذر، الجذر دايما موجب، يبقى هو عايز حته بتساوي سالب رقم موجب، يعني بتساوي رقم سالب. الحته اللي فيها الاكس سالبه ايه؟ هو ده. طيب مش دي تشمل النص اللي فوق واللي تحت؟ ايه اللي يعرفني؟ الواي، قال لك الواي من 0 لايه؟ يعني الواي من هنا لحد هنا، يعني هتاخد الحته دي بس. تاخد الحته اللي فيها الواي موجبه، شفت مشينا ازاي؟ بالترتيب. اللي جوه عرفني ان هاخد اكس سالبه، طب ما انا كده قدامي احتمالين نصين، قال لك الوايات بقى عرفتك انه نص فيهم، الواي النص اللي فيه الواي موجب، يبقى هاخد الربع ده. شد خط، اقل ريديوس بزيرو، اكبر ريديوس ريديوس على الدايره اهو، يبقى زيرو. ريديوس على الدايره بكام؟ بايه؟ طب اللي بره حدود اللي اسمها ايه؟ الزوايا من باي على 2 لحد كام؟ لحد باي. من باي على 2 بيبدا من تحت، اهي باي على 2 لحد 180 اللي هي باي. طيب حط بقى الحدود، الداله كوزاين الاكس سكوير زائد واي سكوير بتشيله، حط ار سكوير. الدي اكس دي واي دي اللي هي الدي اريا بنشيلها في البولر، ونحط ايه؟ ار دي ار دي سيتا. الزاويه بره المشتقه بتاعتها، تعرف تكمل التكامل ده؟ اه اعرف. هيطلع في الاخر باي على 4 ساين سكوير. واخد بالك هي نفس المساله اللي فاتت، بس الايه هناك كانت ب 4 فطلع الناتج ساين 16، ولا اي فرق. طيب بعد كده نفس الكلام، بس الفرق هنا ان ايه؟ الدي واي قدامها حدود وايات. طيب يبقى اشيل اللي فوق دي واقول دي الواي العلوي، يبقى 2 اكس ناقص اكس سكوير تحت الروت بيساوي واي، او من اربع الطرفين يبقى واي سكوير بيساوي واي سكوير، او مدخله الاكس سكوير جوه يبقى زائد اكس سكوير عشان ننجز، بيساوي 2 اكس. طب مش دي كلها بتساوي ار تربيع؟ صح. طب الاثنين زي ما هي، الاكس عباره عن ار كوزاين، قلنا اول ما تشوف اكس شيلها حط ار كوزاين، واول ما تشوف واي شيلها حط ار ساين. يبقى كده ممكن ده نكنسله مع التربيع، تفضل لك ان الار ب 2 كوزاين ثيتا. طب دي حاله ايه اصلا؟ اول ما انت شفتها كده ايه اللي جه في دماغك؟ ان الدايره شيفتد، يعني المنظر كده اهو مثلا، فكده اهو هبدا من الزيرو وهنتهي عند ار ما اعرفهاش، الار ما اعرفهاش دي تلعب ب 2 كوزاين، يبقى رقم مش ثابت.
طيب يبقى هبدأ من زيرو وهنتهي عند 2 كوزين. طب السيتي هات هبدأ من كام لكام؟ تعال نشوف هو قال لك ايه؟ قال لك ان الاكس من 0 ل 2، هل ده فادني في حاجه؟ لا، لان بص كده انت خلاص اول ما شفت منظر اللي فوق ده وطلع معاك ب 2 كوزين، قلنا 2 كوزين دي محفوظه انها بتكون شيفتد على الايه؟ على الاكس. فانت كده السنتر هنا صح كده؟ السنتر واحد، لان انت لو جيت تعمل كومبليت سكوير للمعادله دي هتقول لك ان السنتر بواحد بس معمول له شيفت، يبقى واحد وواحد، يبقى هي فعلا الاكس من 0 لحد 2، لان في دايمتر مش راديوس بس. طب الانجل اللي اقدر اعملها بقى عشان امسح، انا هاخد شريحه اهي، شريحه صغيره قوي، هاخدها من اول فين لفين عشان امسح الحته دي من الدايره؟ هنشوف، هو قال لك من 0 ل 2 يعني الاكس موجبه، طب الواي بقى؟ قال لك من 0 لحد الواي العلويه، طب ما الواي العلويه دي جذر يعني رقم موجب دايما، يبقى اولي من هنا اهو لحد رقم ايه؟ لحد واي على الكيرف، يعني هاخد النص اللي فوق ده بس، يعني الواي. خلي بالك حدودنا بتعرفنا اماكننا فين على الدايره، مش بناخد الدايره كلها وخلاص. يبقى هبدا من هنا الدراع اهو، هفضل الف بيه لحد امسح الدايره دي كلها. طب اقل حاجه اقدر اجيبها ايه؟ ان الشريحه هتبقى هنا، هتبقى هنا، يبقى اخري ان بالظبط عند واي على 2، يعني هتبدا من هنا لحد اعلى حاجه خلاص بقى على 2. متهيأ لك في اليمنت صغير جدا جوه هنا اهو، هيبقى الاليمنت بتاعته بارل للواي اكسس. يبقى هبدا من زيرو لحد باي على 2، يبقى التكامل اهو قدامه جذر واي تربيع زائد اكس تربيع اللي هي ار تربيع، الدي واي دي اكس اللي هي ار دي ار دي سيتا، محفوظه اهي كل ده محفوظ، ده يكنسل ده، يفضل لك ان التكامل في الاخر النهائي ار تربيع. تعرف تعملهم هم سيبربل ولا لا؟ ايوه، يبقى تاخد ده مع ده، زيرو لباي على 2 دي سيتا مضروب فيه تكامل من زيرو. هل ده صح بقى؟ لا غلط. شفت انت كنت هتأيد ليا؟ لا، لان الحدود مش ثوابت، انا حبيت اخدعك بس الحدود مش ثوابت. يبقى بالتالي لازم تستغلها ايه؟ ار تربيع، تبقى ار 3 على 3، نكمل اللي جوه يعني بالنسبه للار عادي خالص، ونعوض من 0 ل 2 كوزين، اللي يطلع ده هيبقى داله في الايه؟ في السيتا، تكملها بقى تاني مع الدي سيتا، ده الصح. لو عملت كده هتاخد صفر، لانك انت فصلت حاجه فيها متغيرات، ده مش صح. هيطلع النهائي 16 على 9. تاني عشان الكاميرا فصلت. الفرق ان هنا مديني الداله الحدود بتاعتها في الوايات، لان اولها دي واي اهو، يبقى دي حدود وايات. الواي من سالب جذر لحد الجذر، يعني ايه؟ لو جيت رسمت الداله الدايره نفسها هساوي اي واحده منهم بواي وارسم اربع طرفين وارسم دايره، عايز اعرف انا هاخد منها ايه؟ هاخد منها الحته اللي من سالب جذر لحد جذر، يعني من واي السفليه اللي على الكيرف اللي تحت، كل ده اي حته على الكيرف النص اللي تحتيه ده الواي بتاعتها بتساوي سالب جذر 16 من اكس تربيع، والنص اللي فوق ده كله اي حته على الكيرف بتساوي سالب بتساوي موجب 16 موجب جذر 16 من اكس تربيع. فانا عايز من سالب لحد موجب، من سالب جذر لحد موجب الجذر، يعني عايز ايه؟ يا اما النص ده ده النص ده. طب هحدد على اساس ايه؟ على اساس الاكسات. قال لي الدي اكس من سالب 4 ل 0، يبقى هاخد الحته اللي من 0 لحد سالب 4 اللي هي دي، يعني هاخد النص اللي فيه الاكس من سالب 4 ل 0 او من 0 لسالب 4، والوايات فيه بتنحصر من سالب الجذر لحد موجب الجذر. عايز اقول لك معلومه على جنب كده اساسيه، يعني ادي الدايره اهي، لو قلت لك عند اكس ب2 مثلا الواي بكام؟ هتقول لي اهو اطلع فوق كده اهو. طب هجيب الواي اللي فوق دي بقى، الارتفاع ده كله اجيبه ازاي؟ تقول لي معادله الدايره اكس سكوير زائد واي سكوير، لو فرضنا الريديوس كان ب4 يبقى بتساوي 16. انا عايز بقى عند اكس ب2 الواي كان بكام؟ يبقى واي تربيع بتساوي 16 ناقص اكس تربيع، خد السكوير روت الطرفين. بص بقى اللي هيحصل، هتحط موجب او سالب. ليه؟ لان ممكن الواي تطلع بجذر 16 ناقص اكس تربيع اللي هي 2 تربيع، يعني 16 ناقص 4 يعني جذر 12، ده هيبقى الارتفاع اللي فوق، وممكن تطلع الارتفاع اللي تحت، ما هي برضه عند اكس ب2 في قيمه الداله تحت، فممكن تطلع موجب او سالب 12، موجب 12 لفوق وسالب 12 لتحت. يبقى لو قلت لك ان الواي تنحصر من سالب جذر 12 لموجب جذر 12 تقول لي ايوه ده اللي حصل، خدنا نص دايره، يا اما النص اللي هنا للنص اللي هنا، اهو يا اما النص اللي هنا للنص اللي هنا، اللي انحصر من القيمه اللي تحت للقيمه اللي فوق. ايه اللي حدد لي؟ اني الدي اكس من سالب 4 ل 0، من سالب 4 ل 0 يعني قال لي حصرني في النص اللي هنا ده بس. عارف لو كان في الدي اكس قال لي من سالب 4 ل 4 كنت هاخد الدايره كلها. ليه؟ لان يعني من سالب 4 لحد 4 يبقى بيقول لي ده، وخد لي من تحت لفوق، يبقى قال لي يعني خد الطرفين اليمين والطرفين اللي فوق ولتحت، خلصت. فاهمني؟ فاكنه قال لي الداله كلها. طيب بعد كده يبقى انا حصرت نفسي في النص اللي هنا ده. الار بتاعتي ايه؟ شد اي خط كده من ار ب0 لحد ار بتاعت الدايره، يعني من 0 لحد الار بتاعت الدايره اللي هي 4. طيب اسمها ايه؟ الزوايا من اول الدراع ده هلف بيه نص دوره لحد ما اوصل للدراع اللي تحت، يعني من باي على 2 لحد اللي هي 90 لحد 270 اللي هي 3 باي على 2. يبقى من باي على 2 تحت لحد 3 باي على 2 اللي هي 270. والحدود بتاعتي في الارات من 0 ل 4 قلت. الداله بقى نفسها شيل الاكس تربيع زائد الواي تربيع وحطها ايه؟ بار تربيع تحت الجذر. شيل الدي اريا اللي هي دي اكس دي واي اللي فوق دي، شيلها وحطها ار دي ار دي سيتا. خلصت المساله. طب ايه الفرق بين دي واللي فاتت؟ اللي فاتت كان هنا في داله في سيتا، فما عرفناش نفصلها. انما هنا الحدود ثوابت، ادي اول شرط اتحقق. الداله سيبرابل نبقى نقدر نفصلها، ناخد الدي سيتا مع التكامل اللي بره ونحله لوحده اهو. ناخد التكامل اللي جوه كله اللي فيه ارات ده مع بعضه ونحله لوحده ونضرب الناتجين في بعض، طالما الشرطين بتوعنا ان الحدود كلها ثوابت واني الدالتين سيبارابول يعني مفصولين عن بعض. بعد كده بيقول لي هنا دي واي دي اكس، يبقى هبدا بحدود الوايات. قبل ما اكمل المساله خليك في الحدود على طول عشان تنجز نفسك. يبقى الواي العلويه
مثلا واي 1 سكوير بتساوي ايه؟ 1 ناقص اكس سكوير، ودي دي هناك يبقى واي سكوير زائد اكس سكوير بيساوي ايه؟ 1. دي معادله ايه؟ معادله سيركل الريديوس بتاعها ايه؟ 1، بس هاخد منها الحته اللي يكون فيها الواي موجبه، لان هو كان مدهاني كجذر، طالما ادالك جذر يبقى فرض عليك تاخد النص اللي فيه الواي موجبه، يعني اللي فوق ده، صح كده؟ زائد ان الدي اكس قال لك من 0 ل 1، يعني من 0 لحد ايه؟ الريديوس بتاعك 1، يعني تاخد الحته اللي فيها كمان الاكس موجبه، لان هنا الاكس سالبه، يبقى النص ده مش معاك، يبقى انت خدت الربع ده بس، ارسم تاني. يا معانا الربع ده. ايه الاضافي بقى؟ ان الحد اللي تحت برده مجهول، بيساوي ربع الطرفين واي سكوير اكس ماس اكس سكوير، ودي الاكس سكوير هناك، يبقى اكس سكوير زائد واي سكوير اللي هي ار سكوير بتساوي اكس. الار سكوير بتساوي الاكس عباره عن ار كوزاين ثيتا. يبقى الار بكوزاين ثيتا. كنا حافظينها بقى، لو متشفتة على الاكس اكسس بيبقى السنتر هنا مثلا اهو، والدايره اهي، الريدس ده والريدس ده مجموعهم بيتحط كمعامل للايه؟ للكوزاين، يعني الكوزاين هنا جنبها واحد، الواحد ده هو 2 من الريدس، 2 ايه مثلا، يبقى الايه بايه؟ بنص. يبقى الحته دي نص، احفظها بقى، والحته دي نص، يبقى اول ما بتكون متشفته على الاكس اكسس بيبقى الار بتساوي 2 من الريدس في كوزاين. طيب احنا بقى الحته اللي هو طالبها ايه؟ من جذر ال من جذر اكس ناقص اكس تربيع، يعني من اول الكيرف بتاع الدايره دي لحد لحد جذر 1 ناقص اكس تربيع لحد الكيرف اللي فوق ده، هو ده الاريا اللي احنا هنشتغل عليه. خدت بالك احنا قرينا المساله ازاي؟ من الجذر للجذر، يعني من طرف الكيرف لطرف الكيرف، فعرفت ان انا هشتغل على الاريا دي، مش الاريا اللي جوه، لا الاريا اللي بره دي. طيب في ربع دايره، في ربع دايره اللي هو الخارجي ده خالص، يعني حتى ركز، شفت كام حد ده حدنا؟ كام شرط حطيناه؟ 3 شروط. ايه بقى اللي هشتغل عليه في الحته دي؟ شد خط كده، يبقى اول ريديوس ليك بزيرو، اكبر ريديوس ليك اللي هو الحته دي، تعالى نشوف هي بكام. هتلاقي الريديوس بدايتك فين؟ بص كده، لو انت جيت تخيلت او تاني معلش عشان تبقى الرسمه اوضح، اهي الحته دي احنا عايزينها. لو شديت خط كده بدايتك فين؟ بدايه الريديوس اللي في الاريا بدايته هنا واخره هنا، هتلاقي بدايته هنا واخره هنا، صح؟ هي دي الريديوس بتاعتك، هي دي الشريحه، لان الحته دي كلها فراغ، انا مش واخدها معايا، انا يهمني الاريا اللي هي محصوره بين الكيرفين مش الحته اللي جوه دي. فكل الشرائح هتلاقيها بدايتها الارض بتاعت الدايره الصغيره دي، والارض ونهايتها الارض بتاعت الدايره الكبيره. الارض بتاعت الدايره الصغيره احنا جبناها بكام؟ بكوزاين ثيتا مجهوله. الارض بتاعت الدايره الكبيره جبناها ب 1 عارفينها من الكيرف اللي فوق، فيبقى التكامل هيبقى دبل انتجرال من الار بتاعت الصغير اللي هي كوزاين ثيتا لحد ار الكبير اللي هي 1. طب مش متاكد، الكوزاين دايما اصغر من 1، لان كوزاين اي دايره اي زاويه عموما بتبقى اصغر من 1 او بتساويه، فهي هتحط تحت في كل الاحوال. طب الزوايا بقى، الزوايا عشان تمسح الاريا دي اللي احنا حددناها فوق دي كلها، هتبدا من هنا اهو وتنتهي هنا، يعني ربع دايره، يعني من 0 لبقى على 2. الداله بقى اللي قدامه دي واي دي اكس، كده انت خلصت، شيلها وحط ار دي ار دي ثيتا على جذر 1 ناقص ار تربيع. راجع نفسك شوف احنا جبناها ازاي، خدنا السالب كومن فاكتور وتفضلنا واي سكوير زائد اكس سكوير اللي هي ار سكوير، تعرف تكمل ده؟ اه، طلعه فوق وهيبقى الداله في مشتقتها، هتحله ويطلع معاك الناتج بواحد في الاخر. بعد كده بيقول لي فايند الدبل انتجرال ده 3 اكس زائد واي سكوير دي اريا، حيث الار اللي هي الريجن اللي عليها هي هاف بلين نص مستوى، متحدد بقى انه بقى، بص تعالى نشوف، متحدد بالدايرتين دول، دايره جواها دايره، دايره راديوس 4 ودايره راديوس 1، يعني هو الحته اللي في النص بينهم ده، صح كده؟ يبقى احنا عايزين الراديوس بدايته من هنا ونهايته هنا في كل الشريحه اللي هناخدها، احنا هناخد شريحه ونبدا نجمعها عشان نلم الاريا دي كلها. اول الشريحه دي الراديوس بكام؟ بواحد، ونهايتها ريديوس ب 4، يبقى ادي الدبل انتجرال ريديوس ب1 ريديوس ب4، التكامل اللي جوه بيبقى على طول ريديوس، صح كده؟ طب الستهات هنشوف هو قال لنا ايه؟ قال لنا هاف بلين نص مستوى. يبقى ناخد مثلا اهو، هنقول بدايتنا من عند هنا اللي هو بزيرو لحد باي 3، الاكس بنشيلها ونحط ار كوزاين ثيتا، زائد الواي بنشيلها ونحط ار ساين ثيتا سكويرات بقى، لان هو ال سكوير. طب الدي اريا بار في دي ار دي ثيتا. حولنا المساله لمساله التكامل، التكامل عاديه خالص، ده تعرف تحله؟ اه اعرف احله. هل هو سيبرابل؟ لا مش سيبرابل، ما تعرفش. هتلاقي الموضوع في مشكله انك تعمل فصل، ففي سكوير هنا مع الار ومفيش هنا، فحوار لازم تكملها تكامل عادي خالص، اللي جوه تخلصه تكامل بالنسبه للار وتعتبر الثيتا ثابت، ولما تخلص تكامل اللي بره خالص بالنسبه للثيتا، بس الاخير ده خلاص تعمله على الاله، يطلع انت 15 على 8 باي. طيب هو السؤال، ليه خدنا الثيتا من هنا لهنا، يعني خدنا النص اللي فوق ده واعتبرنا شغالين على النص اللي فوق مش اللي تحت؟ هو اللي قال لك دي ابر هاف بلين، لو ما قالش يبقى تنفع تاخد اللي فوق اللي تحت، يبقى المساله ليها حلين، فكل حاجه تعمل ده في مساله. دبل انتجرال تان انفرس واي على اكس دي اريا، مدي لك ان الاكس سكوير زائد واي سكوير محصوره من الواحد للاربعه، يعني كانه من لك دايرتين، وان الواي اكبر من الزيرو والاكس اكبر من الواي، حلو كده؟ كل واحده من دول تستخدمها زي ما كنا بنعمل في الدومين والرينج، انك ترسم حاجه على الشبكه ال2 دي، دايرتين، حلو؟
الواي اكبر من الزيرو، يعني هناخد الايه الحته اللي فيها واي اكبر من الزيرو اللي هو الحته اللي فيها دي، مش هناخد النص التحتاني ده خالص بقى، الغي اكنك مش شايف النص التحتاني ده، يبقى احنا مش هناخد النص التحتاني. والاكس اكبر من الواي، طب استنى العلامه الاكبر، يعني اكني بقول لك ارسم خط اللي بيكون معدلته واي بيساوي اكس وشوف اكبر منه واصغر دي، الحته اللي تحت الخط ده اللي هتكون اكبر ولا الاصغر؟ خد اي نقطه هنا هتلاقي النقطه دي الواي بتاعتها صغيره، هي الحته دي صغيره والاكس كبيره، يبقى فعلا هي دي اللي بتحقق ان يعني الاكس اكبر من الواي، يبقى كل الحته دي طيب ومحصوره بين الدايرتين، يبقى هناخد من اول هنا لحد هنا، يبقى هي دي شفت الاريا جبناها ازاي، اهي محصوره بين الدايرتين وفي نفس الوقت بين الخط وفي نفس الوقت الواي الواي اكبر من الزيرو، يبقى هي دي دي اللي هنشتغل عليها. شد خط بقى واشتغل، هات الار والثيتا. طيب لما نشد خط هي من اول الار بكام؟ بتاع الدايره الصغيره اللي هو واحد لحد الدايره الكبيره اللي هو اثنين مش اربعه، اثنين جذر الاربعه كويس كده. طيب الثيتا هات من اول الزيرو لحد كام بقى؟ الواي بيساوي اكس ده بينصف المستوى ده، ده عامل زاويه 45، الستوب بتاعه 45، ليه؟ الستوب بيبقى معامل الاكس في المعادله بتاعت الستريت لاين، فالمعامل هنا واحد، يبقى تاني الثيتا بيساوي واحد، يبقى الثيتا دي ب 45، يبقى لحد باي على 4. الداله تان انفرس، ركز في الخطوه دي، واي على اكس، شيل الواي حط ار ساين ثيتا، شيل الاكس حط ار كوساين ثيتا، كل ده قدام التان انفرس. الدي اريا نشيلها نحط ار دي ار دي ثيتا، طب الار تكنسل مع الار، يتفضل لك قدام التان انفرس ايه؟ تان ثيتا. احفظ معايا بقى قاعده قديمه كده، ان الاف انفرس للفانكشن نفسها لما ندخلها كبارامتر بيدينا الاكس نفسها، واخد بالك؟ الاف انفرس للفانكشن نفسها بيديلك الاكس اللي جوه. طيب يبقى هنا التان انفرس، يعني التان دي داله والتان انفرس داله، للتان نفسها التان ثيتا هيديلك ثيتا، يبقى كل الهيصه دي لانك هتكنسل ار مع الار، يتفضل لك تان ثيتا قدام التان انفرس تكنسل وتفضل لك ثيتا بس، يبقى ثيتا تكامل تكامل صفر باي على 4 1 2، هنا يتفضل لك بقى ار دي ار دي ثيتا، وكل ده هيتكنسل ويتفضل لك ثيتا بس، يبقى كانك بتكامل ثيتا في ار، تعرف تكملها سيبرابل، يبقى تاخد ده مع اللي بره وتاخد ده مع الار عادي خالص، هيطلع لك الناتج في الاخر 3 باي تربيع على 64، والمساله دي محلوله غلط في ملزمه باشمهندس في الكليه. الار هي الريجن اللي في الفيرست كوادرنت، يعني في الثمن الاول، يعني كل الاكس والواي والزد موجبين محصوره بالدايره دي، يبقى البروجيكشن بتاعها دايره 25، خدنا الاكس الموجب اهو الاكس والواي موجبين، يبقى هناخد ربع دايره بس، يبقى شد خط. هو ده اللي عرفوا لك كلمه فيرست كوادرنت، الربع الاول معلش، الثانيه فيرست اوكتنت لو في 3 دي، هنا فيرست كوادرنت يعني في الربع الاول. شد خط كده، اول الريدس بتاعك بزيرو، اوله زيرو، نهايته الريدس بتاع الدايره اللي هو 5 لان هو مديلك معادلتها. شد يعني بقى الدبل انتجرال من زيرو ل 5. طيب والثيتا من زيرو لحد بقى على 2 عشان تلف ربع دايره بس. ركز عشان الحته دي هتلخبطنا دلوقتي، هنبدل في حدود التكامل دلوقتي هقول لك ليه. شيل الواي بقى في الداله الاصليه وحط ار ساين، شيل الاكس وحط ار كوزاين، دي ار ار دي ار دي ثيتا لما شلنا الدي اريا. ايه اللي انت ملاحظه بقى؟ هتعرف تكمل ده؟ في مشكله لو كملناه بالنسبه للار، يعني دي المساله الوحيده اللي هتبدل الحدود فيها. ليه؟ لانك لو كملته بالنسبه للار هتلاقي ان الاي فيها ار وان براها في ار، فدي مشكله. طيب ايه رايك لما نيجي نكملها بالنسبه للثيتا؟ بدل كده، اكتب التكامل تاني بس بدل الحدود وبدل كل حاجه. هتقوم كاتب ار في ساين ثيتا في اي باور ار كوزاين ثيتا في ار دي ثيتا دي ار. ايه اللي حصل بقى؟ جوه بقت الثيتا، يبقى جوه من 0 لباي على 2، وبره بقت الار، يبقى نحط من 0 ل 5 اللي هي حدود الارات. ايه اللي انت لاحظته؟ انت دلوقتي بتتكلم بالنسبه للثيتا، فالار دي والار دي بقوا ثوابت، كل دي ثوابت، شيلهم او شيل واحده منهم على الاقل واعتبرها مش موجوده. بص بقى الجديد، ان مشتقه الباور بالنسبه للثيتا ايه؟ الار ثابت، مشتقه الكوزين بسالب ساين، طب ما تحط سالب هنا بقى، ده كله هو مشتقه الباور ده صح كده، والار ده رقم ثابت حطه بره اصلا ملوش لازمه اهو، ما انت بتتكلم بالنسبه للثيتا، يبقى ده كله اللي قدام التكامل الاولاني ده نعرف نخلصه. ليه؟ الاي باور حاجه، الحاجه مشتقتها بره، يبقى الناتج هو التكامل، ناتج التكامل هو الاي نفسها. يبقى التكامل اللي جوه ده كله خلاصته هو الاي باور الحاجه دي، اكنك مش عارف، طب مش ده الناتج؟ اشتقه كده نفسها في مشتقه الباور يطلع لك اللي جنبها ده. يبقى انت اعكس بقى العمليه من 0 لباي على 2، في بره ار مالهاش علاقه، التكامل من 0 ل 5 دي ار، خلص ده يطلع لك داله في الار صح كده؟ مضروبه في ار، تعرف تحلها؟ على الاقل يطلع لك الناتج النهائي 4 اي باور 5 ناقص 23 على 2. المهم انك تجيب حلول التكامل صح والباقي كله هتلاقيه قلب ماس 1 يعني. هنا نفس الكلام، دي بدأ بدي اكس، يبقى اكس بتساوي جذر باي واكس بتساوي واي، ادي الحدود اللي جبناها من الايه؟ التكامل اللي جوه، والوايات من 0 لباي لجذر باي، ارسم شبكه اكس بتساوي واي اهو. انا هلخبطك دلوقتي خلي بالك. انت مش لازم كل المسائل تبقى جايه لك على نفس الدرس، انت المفروض تكون فاهم، هو كوزين اكس سكوير مش عارفين نكملها. بس ما شفتهاش اكس سكوير زائد واي سكوير عشان نستخدم بولر، فمش هنستخدم بولر هنا اصلا. اكس بتساوي واي، ادي الستريت لاين بتاعه اهو،
الاكس بتساوي جذر باي، يبقى الاكس بتساوي جذر باي يعني ايه؟ يعني روح عند حته جذر باي اهي وارسم خط كل النقط اللي عليه الاكس بتاعتها بجذر باي، هي دي معنى معدل جذر اكس بتساوي جذر باي. طب الواي من اول الواي بزيرو يعني من اول الارضيه لحد الارتفاع اللي بيكون فيه الواي بجذر باي، طب ده امتى؟ مش انت لو مشيت جذر باي كده هتطلع تقابل المنحنى اللي هو الستريت لاين ده عند نفس القيمه برضه لان اكس بتساوي واي عليه، يبقى الحته دي برضه هي جذر باي الارتفاع ده، يبقى اكني بقول لك عند الحته دي شد خط افقي وقول لي دي معادله واي بيساوي جذر باي. يبقى هو عايز ايه بقى اللي محصوره بين اللاين ده واللاين ده والحته دي واللاين ده؟ بص اكني قفلت المثلث ده، هو ده بقى اللي احنا هنشتغل عليه. طب ايه اللي احنا هدف من المساله اصلا خالص؟ ان كوزين اكس سكوير لو حبيت اكملها الاول بالنسبه لاكس مش هعرف، فانا هدفي اصلا ابدل الاثنين دول مكان بعض، كل الهلهمه دي عشان تكمل ابدل الاثنين دول مكان بعض. عشان اجيب الدي واي جوه يبقى احتاج اخد شريحه راسيه عشان نخلي الدي واي، الشريحه بناخدها على اساس الحاجه اللي جوه، لو هي دي اكس يبقى احنا خدنا شريحه افقيه، احنا عايزين نبدلها بقى نخليها دي واي يبقى ناخد شريحه راسيه ونعيد التكامل تاني نفس الداله عادي خالص. دي واي ده كله شرحناه في الدرس الحلقه اللي فاتت بتاعت الدبل انتجرال العادي دي واي. طيب حدود الوايات ايه بقى؟ بدايتي من الارضيه يعني من زيرو لحد الواي بتاعه الايه الستريت لاين اللي هي بتساوي اكس. طيب حدود الاكسات من زيرو لحد جذر باي عشان امسح الاريا كلها. تعرف تكمل ده؟ اه، لان بقى بالنسبه لدي واي بقى كل ده رقم ثابت، هيبقى كوزين اكس سكوير مضروبه في واي حدودك من زيرو لاكس. التكامل بره ملوش اي علاقه بالموضوع لان ده احنا خلصنا اللي جوه لسه. تعرف بقى تخلص دول؟ ايوه. ايه الجديد بقى اللي هيحصل لك؟ انك لما تحط اكس هنا احنا بنعوض مكان الحاجه اللي شلناها، احنا شلنا الدي واي يبقى نعوض مكان الوايات بالحدود، يبقى اكس كوزاين اكس سكوير ناقص زيرو هنحط مكان الواي هيكنسل لك كله. ايه الجديد بقى؟ ان الاكس بقت مشتقه الداله اللي جوه دي محتاجه اتنين بس، فبدل ما هي كانت كوزاين اكس سكوير مش عارف تكملها، لا ده طلعت لك اكس في كوزاين اكس سكوير، فنعرف نكمل دي وتم مكملها مع التكامل اللي بره على القلق او بايدك، هيطلع الناتج صفر في الاخر مفيش اي مشكله. خلي بالك الناتج طلع صفر ده عادي وممكن يطلع نيجاتيف طالما الحاجه ما بتعبرش عن كميه فيزيائيه. بعد كده بيقول لي هات، دي مساله غريبه شويه بس مشهوره، من زيرو الباي للانفينيتي اي باور نيجاتيف اكس سكوير دي اكس. دي مستحيل تكملها انت بعلمنا الحالي بالسنجل انتجرال، فوظيفتها ايه في الدرس ده؟ ان احنا هنحلها بالدبل انتجرال. ازاي؟ كنا نقول زمان ان تكامل اكس دي اكس هو بيساوي تكامل واي دي واي بيساوي تكامل احمد دي احمد، اي حاجه طالما الحاجه جنبها الدي بتاعتها يبقى هي نفس القيمه بتاعت التكامل طبعا لما نحط حدود. حلو كده؟ فاحنا ممكن هنا نقوم قايلين ايه؟ ان التكامل ده نفرضه باي نسميه اي، وهو ده المطلوب، الاي دي المطلوبه اهي، اي على جنب هي المطلوبه. الاي دي نفسها بتساوي اهي من زيرو لانفينيتي اي باور نيجاتيف واي سكوير دي واي. حلو كده؟ مفيش اي حاجه حصلت. ايه الجديد بقى؟ ان احنا زمان كنا بنقول لك لو الداله حدودها ثوابت والداله سيبرابل تقدر تفصل الدبل انتجرال لتكاملين مضروبين في بعض. طيب اضرب دول في بعض كده، اضرب المعادلتين في بعض يبقى اي سكوير بتساوي اهو مضروبه في التكامل الثاني اي باور نيجاتيف واي سكوير دي واي. اعتبر ده كان تكامل ثنائي وفصلنا، رجعوا تكامل ثنائي ثاني رجعوا دبل انتجرال، يبقى كده اهو من زيرو للانفينيتي من زيرو للانفينيتي اي باور، اضرب الدالتين في بعض تبقى اي باور نيجاتيف اكس سكوير ناقص واي سكوير ناقص اكس سكوير دي اكس دي واي، لكنه كان تكامل ثنائي قلنا ان هو سيبرابل ففصلناهم، صح كده؟ طيب ايه الجديد بقى في المساله؟ انت قدرت تحل دي بالدبل انتجرال لانك شفت منظر الدبل انتجرال، انك تعرف تحله بالبولر قصدي يعني، شفت منظر البولر هيسهل لك الحل ان اكس سكوير واي سكوير موجوده اهي. يبقى تنجز نفسك بقى انت فهمت الدنيا اهو، استنى عشان ما نلخبطش الدنيا اهو، ناقص ار سكوير شلنا الاكس سكوير زي واي سكوير وحطينا ار سكوير، الدي اكس دي واي ان شاء الله نحط ار دي ار دي ثيتا. طب الدي ار نحط حدودها ايه؟ لو انت تخيلت المنظر انت رسمت في الشبكه من اول زيرو لحد انفينيتي، هو هو اللي قالك الدي اكس من اول زيرو لحد انفينيتي اهو كل دي معاك، يعني ما خدش الجزء السالب يعني معانا النص ده، يبقى خدنا نص المنحنى كله ما حددليش الوايات، ده انا معايا النص ده كله، يبقى اي حته هاخدها همشي فيها اسمه ايه؟ استنى كده. وبما ان الداله دي نفسها اللي هي الاي باور حاجه دي الاي اي داله اسيه عموما اكسبوننشال بتبقى دايما موجبه، فحتى حدود الوايات هتبقى هنا كمان ايه؟ في حدود الوايات نفسها تبقى موجبه، لان الداله ايا يكن النقط اللي على الداله لازم الواي بتاعتها تكون موجبه، عمر ما الداله دي هتطلع لك قيمه بالسالب، فيبقى التاني انت معاك الربع الاولاني بس. طب الربع الاولاني ده معايا المستوى كله يعني معايا مفتوح لان هو قال لي من زيرو لحد انفينيتي، لو جيت اتخيل بقى ان انا قافل فوق ارك، حلو كده؟ فالريديوس بتاعه من كام لكام؟ من زيرو لانفينيتي بقى، صح؟ طب الثيتاهات من زيرو لحد باي على 2، ما انا واخد ربع ده ربع المستوى من اول هنا اهو لحد هنا اهو، حلو؟ حتى لو احنا فاتحينه جامد قوي الارك كبير قوي مش تفرق، المهم انه من زيرو باي على 2، هبدا امسح بشريحه طويله قوي من زيرو باي على 2. تعرف تحل التكامل ده؟ اه اعرف احل. ليه؟ لان بقى الداله جنبها مشتقتها مشتقه الباور يعني، حط هنا سالب 2 وحط بره سالب نص، يبقى سالب نص مضروب فيه، خد الثيتا مع التكامل اللي بره هيديلك باي على 2. حل التكامل اللي جوه ده بقى
هيبقى اي باور نيجاتيف ار سكوير لما نعوض بزيرو الانفينيتي. طب ليه ما حطيناش السالب نص؟ حطيناه بره اهو عادي خالص. طيب خلي بالك دي عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن 1 على اي باور ار سكوير. هي هي السالب ده معناه انها في المقام. يبقى لما تعوض مكانها بمكان الار بانفينيتي يبقى 1 على رقم كبير جدا يبقى بالزيرو، 1 على رقم كبير جدا بزيرو. طيب يبقى زيرو ناقص، احط الزيرو بقى هنا، يبقى اي باور زيرو يعني 1، سالب 1 في السالب نص يخلي لك ده موجب، يبقى باي على 4. طب ده ايه باي على 4 دي؟ ده الاي سكوير كلها. خلي بالك احنا بنحل دبل انتجرال اللي هو عباره عن حاصل ضرب تكاملين اللي هو الاي سكوير. يبقى الاي سكوير بتساوي باي على 4. ايه المطلوب؟ الاي يا جذر باي على جذر 4 اللي هو 2. يبقى التكامل المطلوب هو جذر باي على 2، وهي دي القيمه المحفوظه لهذا التكامل العجيب، جذر باي على 2. ممكن يجيب لك مسائل ثانيه تضطر تستخدمه فيها زي المساله دي. ايه هو بقى؟ ان احنا هناك قلنا القاعده بتقول سالب من 0 لانفينيتي هنعتبرها جيفن بقى دلوقتي، اكس سكوير بيساوي دي اكس بيساوي جذر باي على 2. احنا دي بالنسبه لنا دلوقتي جيفن. طب هي ايه خصائصها؟ ان الحاجه اللي سكوير اللي في البسط بره موجوده الدي بتاعتها. اكنك تخيلت ان الاكس الكل سكوير، الحاجه اللي الكل سكوير دي الدي بتاعتها موجوده بره. طيب هنا عباره عن ايه؟ تكامل من 0 لانفينيتي اي باور نيجاتيف اكس على جذر 2 الكل سكوير، صح كده؟ في بره دي اكس. طب هل الدي، هل الاكس على جذر 2 دي على جنب كده، هل الاكس على جذر 2 لو جبنا لها دي عباره عن ايه؟ هنطلع الواحد على جذر 2 بره في دي اكس. يعني الدي بتاعت ده كله لازم تكون موجوده هنا، مش دي، مش دي اكس بس، لازم تكون الدي بتاعت الحاجه اللي سكوير اللي في البسط اللي في الباور قصدي. يبقى لازم نحط هنا واحد على جذر 2 ونضرب بره في جذر 2 كده. الحاجه دي كلها ممكن اقول ايه؟ انها الدي بتاعت اللي جوه. يبقى اقدر اطبق القانون. يبقى طالما الاي باور، يعني ممكن اقول لك القانون بيقول اي باور نيجاتيف حاجه سكوير دي حاجه هو ده اللي بيساوي جذر باي على 2. احنا حققنا هنا، يبقى تشيل ده كله وتحط ايه؟ جذر باي على 2، بس في بره جذر 2 عشان نظبط بقى المعادله. هي دي الفكره. فيبقى الناتج هو جذر 2 في جذر باي يعني جذر 2 باي على 2، هو ده قيمه التكامل ده. ارجو تكون اتفهمت يعني. طيب دبل انتجرال اهو نفس الكلام، اكس سكوير زائد واي سكوير، يبقى هشيلها واحط ايه؟ هشتغل بولر، يبقى ساين ار سكوير دي اكس دي واي، مش هنحط ايه؟ ار دي ار دي ثيتا. عايزين حدود الارات والوايات، فهنضطر نرسم اللي جوه دي واي، يبقى دي حدود ايه؟ وايات. يبقى تقول واي يساوي جذر 9 ناقص اكس سكوير. طيب ربع الطرفين، هترسم دايره نص قطرها كام؟ 3. طيب هو قال لك هات خد الحته من الدايره دي اللي الريدس بتاعها اللي الواي بتاعتها قصدي موجبه، يبقى تاخد النص اللي فوق، والاكس خدها من سالب 3 ل 3 يعني هنا لحد هنا، يبقى هو فعلا هتاخد نص. لو كان قال لك من 0 لحد 3 بس كنت هتاخد ربع دايره، لا احنا هناخد نص لان هو قال لك من سالب 3 ل 3. يبقى دي الاريا بتاعتك. خد بقى اي خط كده شده، يعني انت الريدس اقل حاجه بزيرو واكتر حاجه لما توصل للدايره. يبقى نحط حدود الارات هنا، هو من كام؟ من 0 لحد الار اللي هي 3. طب الستاهات هتبدا من اول هنا اهو، الدراع ده تلف بيه كده لحد ما توصل للدراع ده، يعني من 0 لحد بار. تعرف تحل التكامل ده؟ اه، لان الداله الساين الانجل بره فيه الدريفيتيف بتاعت الانجل دي، يبقى اقدر احلها. تطلع الناتج باي على 2 في 1 ناقص كوزاين 9، لو حلتها تطلع معاك كده ان شاء الله. نفس الكلام، مش مديني الريجن ومديني الداله، شفت في اكس سكوير واي سكوير واي سكوير، فهضطر اشتغل ايه؟ بولر. مديني بقى الاكس سكوير واي سكوير دي اقل من الاربعه، وان الاكس موجبه. ارسم الريجن كده، لو جبت الريجن فانت حليت المساله. الاكس سكوير واي سكوير بتساوي 4، دي دايره. بيقول لك بقى احنا عايزين الحته اللي اصغر منها. طيب حط كده نقطه 0 و0 مثلا، فتلاقيها فعلا 0 زائد 0، 0 سكوير زائد اصغر من 4، يبقى هو واخد الحته اللي جوه دي. دي الاريا اللي معايا. هل كلها؟ لا، قال لك اللي فيها اكس موجبه بس. يعني اهو ادي اكس موجبه اهي، يبقى هو واخد ايه؟ واخد كل ده. طالما ما جابليش سيره الواي، فهو واخد كل الحته دي اللي فيها الاكس موجبه. شد بقى اي خط كده هيطلع لك التكامل. جذر 4 ناقص ده كله بار سكوير. الدي اريا عباره عن ار دي ار دي ثيتا. الريجن اللي جبناها من 0 لحد الريديوس اللي هو 2، لان لو لقيت انه لو فرقت المعادله دي احنا كنا قايلينها ايه؟ معادله سيركل، الريديوس بتاعه 2، احنا دي حاجات معروفه يعني. الدي ثيتا مشينا من اول، شوف بقى مشينا من اول كام لكام؟ من سالب باي على 2 تحت لحد ما طلعنا 4 على 2 فوق، لازم تمشي عكس عقارب الساعه، عقارب دراع اهو عشان تمسح نص دايره، خدته وطلعت بيه هنا، يعني من سالب باي على 2 لباي على 2. ده الناتج هيطلع معاك 8 على 3 باي، سيبرابل طبعا، تقوم واخد دي مع اللي بره ودول مع بعضهم على الاله، يعني لازم تحل التكامل ده على الاله ما توجعش دماغك، امتحان ام سي كيو. هنا دخل بقى في مسائل الفوليوم، واحنا يعني ما فيهاش اي فرق، اعرف كده قاعده، انت لو راسم في 3 دي اي سيرفيس بالمنظر ده اهو، سيرفيس ورقه مثلا مايله كده، وعايز الفوليوم تحتها لحد الارض مثلا. فالارض ادي الاريا اللي احنا بنرسمها في شبكه ال 2 دي، هي دي. هو بيقول لك هات الاريا اباف الشكل الفلاني، هات الفوليوم فوق الحته الفلانيه اللي هي الحته دي اللي بنرسمها في ال 2 دي.
حلو كده. ليه بقى؟ لان لما اضرب مساحه القاعده دي في الارتفاع اللي اسمه زد، اللي هي معادله الداله، معادله السيرفس نفسه، هيديني ايه؟ هيديني حجم. ما هو مساحه القاعده في الارتفاع بيدي الحجم في اي حاجه، بس على حسب بقى هنا الحجم، لان مختلف كل زد مختلف عن الثانيه. عشان كده عملنا انتجريشن، قلنا الحجم بيساوي دبل انتجرال زد دي اريا، يعني مساحه القاعده في الارتفاع، بس عملناها دبل انتجرال عشان نجمع. ليه؟ خدنا دي زد صغيره، خدنا اسمها ايه قصدي ارتفاع، خدنا زد ضربناها في دي اريا صغيره، وزد ثانيه ضربناها في دي اريا صغيره، وجمعنا كل اللي طلع معانا على بعضه. لانك لما تضرب زد في دي اريا صغيره هيدي لك حجم صغير زائد حجم ثاني صغير زائد حجم ثالث، تجمعهم كلهم يديك الحجم تحت الايه؟ تحت السيرفس ده. فعشان تعرف احنا ليه لما بنجيب الفوليوم بنضرب في زد دي اريا. طب حاجه ثانيه، بص كده، انا رسمت سيرفس بالمنظر ده وتحتيه سيرفس ثاني بالمنظر ده وعايز الحجم ما بينهم. طيب مش انا ممكن اقول هات الحجم بتاع اللي فوق ده مع الارضيه واطرح منه حجم اللي تحت مع الارضيه؟ يبقى عملت ايه؟ طرحت زد اللي فوق ناقص زد اللي تحت، يعني زد دي اريا اللي فوق هو زد واحد دي اريا، ما هي الاريا هي هي، الحجم الاثنين هيبقوا مسقطهم على الارض واحد، ناقص زد 2 دي اريا. يعني اكني قلت لك ايه؟ هات لي دبل انتجرال لزد واحد ناقص زد 2 دي اريا. ده اللي بنعمله بقى، عشان كده بنطرح الزدين. ليه؟ لان احنا عايزين الفوليوم ما بينهم، فبنقول اللي فوق مع الارضيه هيديني حجم من اول عنده لحد الارضيه، ناقص الحجم من اول تحت لحد الارضيه هيديك اللي ما بينهم بقى في النص. فعشان كده قلنا زد ابر ناقص زد لور، زد اللي فوق ناقص زد اللي تحت. تعرف ازاي انه اكبر وانه اصغر، او انه فوق وانه تحت؟ عوض بنقطه. يعني انا شاكك مثلا زد، بيقول لي زد بتساوي اكس زائد واي، وزد بتساوي اكس سكوير زائد 2 مثلا يعني، او زائد 2 واي ما اعرفش، جرب كده، او زائد 2 واي زائد 1 خليها حاجه اسرح كده. حط صفر وصفر، حط هنا صفر وصفر تبقى زد بصفر، حط نفس الصفر وصفر تحت هنا تبقى زد بواحد. يبقى مين اللي فوق؟ المعادله دي من غير ما اعرف، يبقى دي رسمتها فوق من غير ما تفكر، لانك عوضت نفس النقطه دي، اديتها قيمه واديتها قيمه اقل، يبقى دي اللي فوق، يبقى دي ناقص دي، زد ابر ناقص زد لور. تعال نحل بقى هنا اهو، بيقول لك هات لي الفوليوم تحت الكيرف ده اللي هو زد بيساوي كذا السيرفس ده، وفوق الاريا دي، يعني مديك الشبكه اللي في التو دي جاهزه خالص اهي، سيركل اقل من 4 يعني ايه الاريا دي كلها. طيب يبقى دبل انتجرال زد دي اريا، الزد بكام؟ بجذر اكس سكوير زائد واي سكوير في الدي اريا اللي هي بكام؟ سيبها زي ما هي دلوقتي، فوق عايزين نحولها لبولر قبل ما نجيب حدود التكامل، بجذر ار سكوير في ار دي ار دي سيتا. حط بقى حدود التكامل وفقا للار والسيتا. حدود التكامل نحطها منين؟ من شبكه ال2 دي. شد اي خط يبقى اقل ريديوس ب 0 واكبر ريديوس بتاع الدايره اللي هو 0 لحد ريديوس الدايره ب 2، لان هو قال لك الايه؟ ان بتساوي 4، فده ار سكوير هناخد جذرها بقى. طب الستة هات، احنا عايزين الدايره كلها يبقى من 0 ل 2 بار، هنلف الدايره كلها. ان هو ما حددليش، قال لي اباف الدايره دي، اباف الاريا دي، ان الاكس سكوير زائد واي سكوير اقل من 4 اللي هي الحته اللي جوه يعني. عرفت ازاي؟ حط 0 و0 مثلا حته من جوه هنا زي ما فاهم في الدومين والرينج، هيدي لك ان الصفر اقل من 4 يبقى هو قصده الحته الاريا اللي جوه دي، صح كده؟ ده تكامل تعرف تحله. اه سيبها بقى، خده مع اللي بره ده يبقى 2 باي. التكامل اللي جوه ده على الاله هيطلع لك 16 على، هيطلع لك 8 على 3، اضربهم في بعض يديك 16 على 3 باي، هو ده الناتج بتاع ايه؟ بتاع الفوليوم. نفس الكلام، هات الفوليوم تحت السيرفس ده وفوق الايه؟ الاكس واي بلين، يعني فوق الزد بيساوي 0. يبقى هنقول التكامل الفي بتساوي دبل انتجرال زد دي اريا، الزد معايا اهي. ممكن تقول ناقص زد اللور، بس زد اللور ب 0 فاكنك طرحت 0 مش تفرق في دي اريا. طب احنا هنحلها ليه بالبولر؟ لان في شكل بولر اهو، صح كده؟ طيب ايه الفكره بقى؟ ان انا لو عايز مسقط السيرفس ده على الارضيه، خلي بالك بص كده، لو رسمت اي سيرفس في الهواء وعايز اجيب رسمته على الارض هتبقى عامله ازاي؟ بعمل ايه؟ بحط زد بزيرو، حط زد فيه بزيرو كده، هدي لك 18 بتساوي 2 ار سكوير. عرفت ازاي؟ 2 في اكس سكوير زائد واي سكوير لما توديه من الناحيه الثانيه، الاكس سكوير زائد واي سكوير دي اسمها ار سكوير بيساوي 18، يبقى الار بتساوي 3 او سالب 3. حلو كده؟ يبقى دبل انتجرال 18 ناقص 2 ار سكوير في ار دي ار دي سيتا، كل ده جوه قوس. حدود الارات من كام لكام؟ تعال نشوف. حدود الار من سالب 3 لحد 3. طيب والزوايا هنلف بيها كلها؟ معلش، من صفر لحد 3، انت اكنك رسمت دايره على الارضيه اهو، فمن اقل قيمه لحد ايه؟ لحد اكبر قيمه، من 0 لحد ايه؟ 3 اهو. وهلف بالدراع ده بقى، اخد الشريحه دي الف بيها الدايره كلها، يعني من 0 ل 2 بار. يبقى يطلع الناتج معاك 81 باي في الاخر. ليه؟ لانها سيبرابل برضه، خد الدي سيتا مع اللي بره والتكامل اللي جوه ده كله حلو على الاله، واضرب الناتجين في بعض. قلنا اي تكامل سيبرابل وحدوده ثوابت نقدر نفكه لتكاملين مضروبين في بعض. هنا بقى نفس الكلام، عايز الفي اللي انكلوزد باي السيرفس ده والمستوى زد بيساوي 2، اعتبر دي الارضيه. احنا قلنا لو عايزين نجيب رسمه السيرفس على الارضيه بنحط زد بزيرو، لان الارضيه الزد بتاعتها بزيرو. طب لو احنا عايزين رسمتها على، عايزين الشبكه 2 دي هنرسم منها البروجيكشن بتاع السيرفس ده على المستوى زد بيساوي 2، يبقى احط في معادلته زد بتساوي 2. دول على بعضهم بسالب ار سكوير، يبقى سالب ار سكوير زائد 2 تربيع يعني 4 بيساوي 1، تطلع الار معاك ار تربيع ب 3 يعني ار بجذر 3.
طيب يبقى انا كده اكني عندي على الشبكه 2 دي دايره، الريديوس بتاعها بجذر 3، يبقى اقل ريديوس بكام؟ بزيرو، واكبر ريديوس بجذر 3. طيب الستايات احنا هناخد ايه؟ هناخد الدايره كلها، هو قال لك على المستوى كله، فانا هسقط مستوى كله صح كده، هيسقط على الدايره، على المستوى دايره كامله، يعني من زيرو لحد 2 باي. طيب التكامل بقى نفسه لزد ابر ناقص زد لور. طيب الزد ابر بكام؟ الزد ابر ب جذر 1 ناقص 1 زائد ار سكوير، ودي الاثنين دول هناك وحولهم للبره على طول، يبقى 1 زائد ار سكوير. ايش عرفنا دي الابر؟ تعالى نشوف كده، تعالى على جنب، زد بتساوي 2 وزد بتساوي جذر 1 زائد اكس سكوير زائد واي سكوير، لما وديناها الناحيه الثانيه، حط الاكس والواي بزيروهات، هتلاقي ده الزد تحت طلع بواحد، الزد دي طلع بواحد، دي طلع باثنين، يعني مين اللي فوق؟ هو ده، يبقى 2 ناقص جذر 1 ناقص ار سكوير. شفت؟ خد بالك، يعني زد 2 هي الاكبر، هي اللي فوق، يعني المستوى اصلا فوق، مالكش دعوه انت عرفتها ازاي بالتعويض. يبقى الابر ناقص اللور مضروب في الدي اريا اللي هي ار دي ار دي سيتا. طبعا الموضوع يلخبطك، الموضوع بسيط جدا يعني. هل دي سيبرابل؟ ايوه، خد الدي سيتا مع اللي بره يطلع لك ب2 بار، خد التكامل ده كله حطه على الاله هيطلع ب 2 على 3، اضربهم في بعض يدي لك 4 على 3 باي، وشكرا. يبقى زد ابر ناقص زد لور مضروبه في الدي اريا. المساله دي مهمه جدا، بيقول لي هات لي الفي اللي انسايد السفير دي واوت سايد الاسطوانه دي. تخيل كده معايا المنظر، مش لازم كل مره ترسم، ده انا هدفي ان اخليك تحلم من غير ما ترسم. بص ادي الكره اهي، بس عايزك تتخيل بس الموقف، وادي السلندر اهي، هو عايز بقى اللي جوه السفير وبره السلندر. فين بره السلندر؟ كل ده. ايه اللي من اللي بره السلندر جوه السفير؟ هي الحتتين دول. هو قصده بقى الحتتين المشتركتين اللي يحققوا الصفتين دول، اللي هم ايه؟ الحتتين دول لو خدت بالك هم جوه السفير وفي نفس الوقت بره السلندر، اهو جوه السفير وبره السلندر، يبقى هم الحتتين دول اللي عايزهم بقى، عايز الفوليوم ده كله. ركز كده معايا، مش هي بدأ من الاورجن، ان المعادله مرسومه من الاورجن صح كده؟ فبالنسبه لنا السطح العلوي هو سطح الكوره، والارضيه هي رسمه ايه؟ اسمه ايه؟ دايره بتاعت الاسطوانه ودايره بتاعت الكوره، يعني دي رسمه دايرتين. لو جيت ارسمهم بقى على شبكه ال2 دي، احنا قلنا بناخد المسقط بتاع ال2 دي، هيبقوا دايرتين بالمنظر ده، بتاعت الاسطوانه بالريس بتاعها ب2، بتاعت السفير الريس بتاعها ب4 صح كده؟ احنا عايزين بقى الاريا اللي ما بينهم عشان نجيب فوقيها الفوليوم. شفت الموضوع مفهوم ازاي؟ احنا عايزين نجيب الفوليوم فوقيه، فبناخد اريته. بص بقى الغلطه اللي انت هتعملها ايه؟ هتقوم قايل دبل انتجرال زد دي اريا، زد بتاعت الكوره. طب زد بتاعت الكوره كام؟ دبل انتجرال جذر من المعادله اللي فوق، 16 ناقص اكس سكوير ناقص واي سكوير، يعني 16 ناقص ار سكوير، عشان نحولها للبره على طول. فار دي ار دي سيتا، هتقوم حاطط الحدود بتاعتك من كام لكام؟ من اول 2 من اقل ريديوس لحد اكبر ريديوس اللي هو ب 4. طيب والسيتاهات هتلف كام؟ هتلف 360 درجه، يعني من 0 ل 2 باي. ايه الغلطه اللي حصلت بقى؟ الرقم اللي هيطلع معاك هنا اهو هيطلع 16 باي في جذر 3، ده مش صح. ليه؟ انت خدت الارضيه صح؟ طلعت فوقيها فوليوم لحد الزد، كده جبت نص حجم المطلوب منك، اهو جبت نص الحجم المطلوب منك. خلي بالك الاسطوانه من النص مفرغه، انت جبت نص الحجم المطلوب منك حواليها، ده عايز قده تحت بالظبط، يبقى اضرب في 2 الناتج اللي هيطلع معاك. شفت الفكره؟ يعني انت بتجيب بدل ما تلاقي حل معقد جدا، الاسئله دي كانت في اساينمنت، كان فرض زد فوق وزد تحت وحوار، لا ما تحلهاش كده، هات نص اللي فوق ها واضربه في 2 هيجيب لك النص اللي تحت، يبقى انت جبت ايه؟ يعني لو تخيلت المنظر معايا تاني كده، ادي الكوره، ادي الاسطوانه، انت تبقى جبت، بص الارضيه اهي، انت تبقى جبت الحجم ده كله اهو، الحجم ده كله وزيهم تحت بقى، وسبت الاسطوانه في النص متفرغه، هو ده اللي انت عملته بالظبط لما انت ضربت الناتج في 2، لان الناتج اللي طلع معاك كان اللي فوق بس، لان الزد اهي مضروبه في الدي اريا. ايه اللي شعرفني؟ يبقى مساحه القاعده في الارتفاع تديني الحجم اللي فوق، انا عايز بقى مساحه القاعده في ارتفاع ثانيه تحت. هو بقى كان جايب الاثنين عاملها كمسالتين، طب وليه وجع الدماغ؟ طب بص هنا، عايز الفوليوم اللي فوق اللي ما ابتدى اللي انكلوزد باي سفير الريديوس بتاعها ايه؟ يعني اهو عندي في 3 دي، اهو 3 دي عندي السفير دي، هو عايز بقى الحجم بتاعها بس يوزنج دبل انتجرال. طب هنعمل ايه؟ نقول ان البروجيكشن بتاعنا دايره، معادلتها اكس سكوير زائد واي سكوير يساوي اي سكوير. ارسم الدايره دي على 2 دي، احنا لازم نحاول ما بنرسمش 3 دي، بنرسم 2 دي بس، ده اللي انا نفسي اعمله يعني. طيب ده البروجيكشن بتاعنا، هنعمل ايه بقى؟ هنقيم الزد بتاعت اللي فوق في مساحه القاعده، مساحه الدي اريا بتاعت الارضيه في الزد، يدي لك ايه؟ نص الحجم المطلوب، لان في نص تحت تاني، هي دي الغلطه اللي هتغلطها. يبقى نقول شد كده خط بقى واشتغل دبل انتجرال عادي خالص، زد اللي زد بتاعت الدايره بتاعت السفير بكام؟ زد سكوير بتساوي زد سكوير زائد واي سكوير زائد اكس سكوير بتساوي ريديوس سكوير، دي معادله السفير. الزد في طرف، يبقى جذر اي سكوير ناقص الاكس سكوير زائد واي سكوير، يعني ناقص ار سكوير، مضروبه في الدي اريا، يعني ار دي ار دي سيتا. حط حدود الاراض من زيرو لحد الايه؟ من شبكه ال2 دي بقى، حط حدود الستات، هنلف الدايره كلها، يعني عايزين نلف كله، يبقى من زيرو ل2 بار.
هنلف 360 درجه، ده هيدي لك ايه؟ هيدي لك النص الفوقاني ده، هيدي لك الحجم بتاع النص الفوقاني، انك ضربت زد اهو، زد الارتفاع ده في الدي اريا، صح كده؟ طب احنا عايزين اتنين منه بقى، يطلع معاك في الاخر 4 باي في اي تكعيب على التلاته، هو ده الناتج النهائي اللي هيطلع معاك، هو ده الحجم لاي جنرال رول لاي دايره انت عايزها. واخد بالك اللي طلع معانا؟ حاجه جميله جدا يعني انك تحلها بالدبل انتجرال فيطلع معاك الناتج، هو قانون حجم الدايره، حجم الكره اصلا 4 3 باي ار باي ار تكعيب. بس وتلك عظمه العلم يعني. بص هنا بيقول لك هات لي الفي الحجم الباوندد باي السيرفس ده، والسطح اللي معادلته زد بتساوي 7 في الفيرست اوكتنت، يبقى دبل انتجرال زد ناقص زد، فين الزد لور والزد اكبر؟ عوض، حط صفر وصفر مثلا في المعادلتين، هنا اصلا مفيش اكس اكس وواي، فحط هنا مش هتتغير، يبقى زد ب7، حطهم هنا يبقى زد ب1، يبقى دي الاكبر، يبقى 7 ناقص 1 زائد 2 ار تربيع. خلينا ننجز، ما هو دول هتاخد 2 كومن فاكتور يفضل لك اكس سكوير زائد واي سكوير اللي هي ار تربيع، في دي اريا يعني ار دي ار دي سيتا، اوعى تنسى ان ده كله مقفول اهو. او عايزين حدود الارات، نرسم شبكه ال2 دي، نعرف منين بقى شبكه ال2 دي المسقط بايه؟ قلنا المسقط يعني نحط قيمه الزد دي، هو عايز المسقط مش على الارضيه، على المستوى الزد بيساوي 7، يبقى هنسقطه عليه ازاي؟ حط قيمه الزد فوق ب7، يطلع لك ان 2 ار تربيع بيساوي 6، يبقى الار تربيع بتساوي 3، يبقى الار بايه؟ بجذر 3، يعني دايره الار بتاعتها بجذر 3 اهو، من هنا 0 لحد جذر 3. يبقى حدودنا من كام لكام؟ هو قال لك في الفيرست اوكتنت، يعني هتاخد في الثمن الاولاني، صح كده؟ يبقى هناخد الربع الاولاني في المسقط، هو هي الثمن الاولاني يعني الربع الاولاني في المسقط. يبقى من 0 لجذر 3 والزوايا من 0 لباي على 2، صح كده؟ يعني كله بنجيبه من غير رسم 3 دي، كله 2 دي بس، سيبارابول، يبقى خد دي مع اللي بره تطلع بباي على 2، اضربها في التكامل اللي جوه ده على الاله هيطلع لك ب 9 على 2، يبقى الناتج النهائي 9 على 4 باي وشكرا. بعد كده عايز الفوليوم اللي بين الزدين دول. طيب فرضا انت مش عارف رسمتهم، انا برضو بفترض معاك، عايز تعرف مين ابر مين لور، حط صفر وصفر مثلا، يعني هتلاقي اللي فوق ده الزد بصفر، طب اللي تحت الزد ب4، يبقى ده الابر، يبقى ده القيمه الاكبر، هو ده الابر، يبقى الدبل انتجرال هيبقى للابر ناقص اللور، يبقى 4 ناقص ار سكوير، شلنا كل ده على بعضه خليك بقى فاهم، الاكس سكوير زائد واي سكوير مش هنحط ار سكوير، ناقص اللور يعني 3 ار سكوير، خد ال 3 كومن فاكتور يتفضل لك ار سكوير، دي اريا يعني ار دي ار دي سيتا، كل ده جوه قوس كبير. عايزين حدود الارات، ايه الفكره بقى؟ عايزين بروجيكشن، عايزين الحته اللي هنجيب عليها الفوليوم اصلا. ده هتلاقيهم لو تخيلت رسمتهم، ها مثلا يعني انا هفترض ان انا هرسمهم غلط مثلا، يعني واحد باصص لفوق كده والتاني باصص لتحت، صح كده؟ يبقى محتاج نقطه تقاطعهم عشان اعرف البروجيكشن بتاع ايه اللي انا هجيب عليه الحجم، ما هو هيبقى طالب الحجم التقاطع منهم. فانت اجي ان الرسمه هترسمها صح او غلط، لازم تعرف انك هتجيب نقطه التقاطع عشان تعرف البروجيكشن اللي هتقيس عليه، اللي هتجيب عليه الفوليوم ده. فالبروجيكشن بتاعي عباره عن ايه؟ حلهم مع بعض، يبقى 3 ار سكوير بيساوي 4 ناقص ار سكوير، ودي الدي هناك، يطلع لك الار سكوير ب 4، ال 4 ار سكوير ب 4 اللي يعني ار سكوير ب1، يعني ومنها الار ب1 برضه، يعني البروجيكشن بتاعك من اول 0 لحد 1. طب الثيتا ما حددلكش، من 0 لحد 2 باي، لانك هتلف دوره كامله، تعرف تحل دي انها سيبارابول، يبقى 2 باي في التكامل اللي جوه ده على الاله هيطلع لك ب1، يبقى الناتج النهائي هو 2 باي فقط. عايز الفوليوم انسايد بوث سلندر اللي معدتها كذا والالبسويد اللي معدته كذا، يعني هرسم شبكه كده من غير ما اتخيل بس المنظر. انا مثلا عندي بتاع ده، ثانيه نقسم، اقسم كله على 4، هيطلع لك ان متمثل حوالين ايه؟ حوالين زد مثلا بالمنظر ده، وفي سلندر بالمنظر ده، هو عايز بقى اللي جوه الحجم اللي المشتركه بين الاثنين، لان هو قال لك انسايد بوث، جوه الاثنين، يبقى جوه السلندر وفي نفس الوقت جوه الايه؟ الالبسويد. حلو كده؟ فايه الفكره بقى؟ ان البروجيكشن بتاعك هتاخده من السلندر، لان هو ده الحجم المشترك، هو ده الاسقاط المشترك، اللي بره ده مش معايا، مش هجيبه اصلا. فانا عايز البروجيكشن بتاع دي، يبقى ده اللي هرسمه على 2 دي. يعني ايه؟ هرسم معادله السلندر على 2 دي، تبقى دايره نص قطرها 2، من 0 لحد 2، هو اللي قايل لي فوق اهو. طيب اضربها، اضرب مساحه الدايره دي في ايه؟ في الارتفاع، هيجيب لي ايه؟ تعالى نشوف كده، دبل انتجرال زد بتاعت الارتفاع ده اللي هو جذر 64 ناقص 4 ار سكوير، خلينا ننجز بقى، هيدي 4 ار سكوير لما تودينا الناحيه الثانيه، مضروبه في الدي اريا يعني ار دي ار دي سيتا. تعرف تجيب حدود الارات؟ ايوه، من 0 ل 2 بتاعت البروجيكشن. تعرف تجيب حدود الستات؟ هتلف قد ايه؟ ما قالكش، يبقى هتلف كله، هو قال لك انسايد الاثنين، يبقى هتلف دايره كامله، يعني من 0 ل 2 باي. ايه ده بقى؟ ده دي اريا في زد اللي فوق، هيدي لك نص الحجم، نص الحجم المطلوب اللي هو الحجم ده كله. عايزين النص الثاني بقى اللي هو تحت ده، يبقى ضاربين الناتج النهائي في 2، لان هي متماثله، اللي فوق قد اللي تحت، ده قاعده يعني، انت اي الاشكال دي كلها ريجولر، فاهمني؟ يعني لما بتقسمها من النص كده بيبقى النصين قد بعض بالظبط، يطلع الناتج النهائي معاك
8 باي على 3 مضروب في 64 ناقص 24 جذر 3. لما تفك التكامل ده كله وتحله مع بعضه هيطلع الناتج النهائي بالمنظر ده. برضه عشان ساعات بيجي حاجه زي كده لازم تبقى عارفها، وده هنشرحه في التطبيقات في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. هي تبقى حلقه او بكتير قوي ان شاء الله، يعني حلقه ان شاء الله تبقى المنهج، بقيت المنهج كله. بيقول لي هات الاريا بتاعت الريجن انكلوزد باي الكيرف ده، عايز الاريا مش الفوليوم. فالاريا عباره عن ايه؟ دبل انتجرال دي اريا، مش الدبل انتجرال دي اريا هيحولها لك لاريا بس، ما هي دي بتتشال مع التكامل. طيب يبقى الاريا بتساوي دبل انتجرال دي اريا، يبقى دبل انتجرال دي اريا عايزين نحط حدود الارات. طب الدي اريا اتفك ليه اصلا؟ دبل انتجرال ار دي ار دي ثيتا، عايزين نحط حدود الارات ايه بقى؟ من ار بزيرو اصغر ار خالص لحد ار بتاعت الكيرف 4 زائد 3 كوزين. هو قال لي ان دي الار النهائيه، ما انا اتخيلت ان الكيرف ده منظره كده، ايا يكن الاوريجن فين هيبقى الاوريجن اهو، واخري ار عندي بتاعت الكيرف، الكيرف دي مديني من الار بتاعته عند اي نقطه اهي اي ار بالمعادله دي، يبقى انا هبدا من الصفر لحد ايه الشكل ده، وايا يكن اللي هاخده هلف بيه 360 درجه عشان بضمن ان انا غطيت الكيرف كله، يبقى من صفر ل 2 باي. صح كده؟ تعرف تحل التكامل ده؟ اه تعرف تحله. الار دي تخليها ار سكوير على 2 تعوض بزيرو مره تلاقوا ب 4 زائد 3 كوزاين مره، واللي يطلع معاك هي بدله في السيتا، تقوم واخدها مع التكامل بره او تقوم فاصلهم اصلا هم سيبرابل خلقه، يبقى تقوم ضارب الناتج النهائي يطلع في 2 باي. حلو، يطلع معاك الناتج النهائي 41 على 2 باي. هو ده الايه؟ الاريا بتاعت الاريا انكلوزد جوه الكيرف ده. عايز اقول لك معلومه على جنب هنقولها بالتفصيل جدا لما نيجي نشرح. انت عارف ليه الدبل انتجرال دي اريا بدي اريا مش مع ان في نفس الوقت كان السنجل انتجرال للدي اريا كان برضه بدي اريا؟ ايه الفرق؟ ليه دبل انتجرال زي السنجل هنا؟ لان هقول لك حاجه، اعتبرها اكس واي دلوقتي. حلو، كنا بنقول الدي اريا دي عباره عن دي اكس دي واي، كويس كده؟ تخيل انا معايا كيرف اهو، رسمت كيرف بالمنظر ده، كنا بنقول الاريا تحتيه الاريا اندر ذا كيرف كان جايب ايه؟ بسنجل انتجرال. طيب ده معادلته واي واحد، انا هرسم كيرف تاني اهو معادلته واي اتنين، عايز الاريا اللي ما بينهم، بنعمل ايه؟ بنقول بتساوي تكامل اريا اللي فوق ناقص اريا اللي تحت، صح كده؟ مضروبه في دي اكس، مظبوط؟ طب خلي بالك ليه عملنا كده؟ اعتبر نفسك مش شايف اللي تحت ده، لما حطينا تكامل اريا اللي فوق اداني التكامل لحد الارضيه، طرحنا منه التكامل بتاع اللي تحت اداني طرح منه التكامل ده، يتفضل ايه؟ يتفضل التكامل اللي انا عملته دواير ده اللي هو المطلوب. فيبقى لو خدت بالك هنا ايه اللي حصل؟ تكامل واي 1 ناقص واي 2 دي اكس. طب مش الواي 1 ناقص واي 2 دي؟ ايه رايك لو عملناها كده اهو؟ الدي اكس ده بره ما غيرناهاش، احنا حطينا جوه تكامل واي دي واي من واي 1 لواي 2. عارف ايه اللي هيحصل؟ لما تيجي تفك اللي جوه ده يطلع لك واي 1 ناقص واي 2 اصلا. فالدبل انتجرال ما هو الا سنجل انتجرال بس كان قدامه دلتا، فاحنا شلنا الدلتا وحطينا تكامل. فهمت الفكره؟ وهقول لك نفس الكلام في التريبل انتجرال. يعني الحته اللي ما فهمتهاش بص فاهمها من شغل من شغل ثانوي اهو. كيرفين فوق بعض، طرح عشان اجيب الاريا ما بينهم طرحت الكيرفين من بعض، الطرح ده بقى احنا قلنا نختصره ونكتبه في صوره تكامل تاني جوه التكامل بس. طب التريبل انتجرال نفس الحوار، اقول لك لما نيجي عنده ان شاء الله. وكده شكرا، 25 مساله يعني، يا رب يكون ساعد حد يعني.